ايه في ايه بتسرقنا كده ليه؟ صباح الصباح وليالي الملاح على مداوية الجراح السنيورة صباح. اهو صباح زي وشك والسلام. ايه يا اخوي داخل علينا كده زي عود العصب المسوس ادورة وايد قدام؟ انت ما بتحسش؟ قلعت برقع الحياة من ساعة ما ربطت البت معاك، ما دخلتش علينا بكيس برتقال. اجيب ايه يا خالتي وانا داخل بيت الكرم كله؟ يعني مهما قلت مش هوفي ومهما جبت مش هيكفي. مفيش بقى لقمة على السخان عشان هفتن. طبخة سم هاري تدفع وماله، بس اعملوا لنا سندوتشات بقى عشان مستعجلين. مستعجل على الديوان يا خي؟ اديك هتاخد المعدولة تسرح معاك في الموالد كتاكسيت النيلة. موالد ايه؟ هو انا ساحب معايا غازية؟ فيها خالتي انت بتكلمي هاني الدبدوب اكبر دي جي ومتعهد افراح وحفلات في البلد، وان شاء الله يوم فرحك هظبطك. لو على وشك مش عايزه اتجوز بلاها جواز يا اخوي. جرايه يا خالتي انا بتدلع عليكي، انت زي امي. امك؟ امك مين يا روح امك؟ امك بيعت البطاطا؟ بتسلم عليكي والله، قالت لي اول لما تشوف خالتك صباح تسلم. يلا يا شوشو عشان متاخرين. خلاص انا جهزت اهو يا دبدوبي دوبي دوبي. ايه الحلاوه والقلاقه دي؟ عجبك؟ تحفه. كل الشباب صحابي قالوا لي كده. شباب مين يا بنت اللي قالوا لي كده؟ بنكفك يا دوبي دوبي، بهرك بجد التوب. جميل جدا، ده جديد ده صح؟ يعني مش قوي، من ثانوي كده. ثانوي؟ انا برضو بقول ايه ريحه النفتالين دي؟ لا دي ريحه الاسبراي بتاعي، بس هي كارفه بس. اسبراي يقضي على الرائحه والحشرات في ان واحد؟ لا بقى ماشي. طب يلا عشان مستعجلين. هدي السرعه شويه. بقول لك ايه، ولا تحتكي بيا ولا تتكلمي معايا خالص، انا على اخري. ماله اخرك؟ يعني عاجبك يعني الامراض اللي بتامرزها لي خالتك صباح دي؟ طب وايه يعني، ايه الجديد؟ ما كل ما بتشوفك بتامرزها. ايوه بس الانسان مننا برضك طاقه، وانا هفضل ان شاء الله كده اتامرز لحد امتى؟ وبعدين انا عملت ايه اصلا عشان الامراض اللي بتامرزها لي دي؟ ما هي دي المصيبه، ان انت ما بتعملش. عارف لو كنت عملت ما كانتش امراضاتك، انما انت بقالك 3 سنين داخل واكل شارب نايم قاعد رايح جاي. خلاص بقى سك على الموضوع ده لحسن، وكتاب اللي اخش بينا احنا الاثنين في اي وقت. خلاص 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 براحه. بس 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 فرح 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 فرح. يلا العيال الصغيره بقى كلها تيجي. الاطفال اطفالنا الاوفياء يجوا. يلا يلا ثروه بلدنا اهلا بيكم. يلا نبطل فرك بقى. لا لا عيب، نبطل فرك ونهدى. انت مش قلت العيال الصغيره تيجي؟ يلا بتزحلق. يلا تعالوا نهدى ونثبت. يلا دلوقتي نسمع سقفة كبيرة قوي عشان فكرة الأراجوز. كمان سقفة كبيرة. صحيح ثانية واحدة، ده مين صاحب العيد ميلاد؟ أهو تعالى 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 تعالى. أهلا 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 أهلا. اسمك إيه؟ إسماعيل. إسماعيل إسماعيل إيه؟ أحمد محمود الجدي. إسماعيل أحمد محمود الجدي، أهلا وسهلا. بقى عندك كام سنة يا إسماعيل؟ سانك. سانك هو بيشكرني ليه؟ لا سانك بالألماني يعني 8. 8 ده عنده 8؟ لا عندي 5. 5 سنين؟ آه 5 سنين. طب وإيه إحساسك بقى يا سمعة وأنت بقى عندك 5 سنين؟ يعني أكون لوحدي وبعمل الحاجات دي. بتاكل لوحدك وبتعمل الحاجات دي؟ حاجات إيه؟ إيه الحاجات اللي يعني بكون لوحدي. بتاكل لوحدك، تمام حلو. طيب يلا بقى إيه نغني لسمعة هابي بيرثداي تو يو. هابي بيرثداي تو يو. ايه عبيط؟ عبيط ليه كده؟ ليه يا سمعة؟ عبيط ده انا كانت فرصه من غير تورته. من غير تورته؟ غير تورته. طب ايه نجيب له تورته يعني ولا ايه؟ ناصح ناصح. طب نغني ايه يا سمعة؟ فرتكه 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 فرتكه. طب يلا فرتكه فرتكه على الطبله وعلى السكسكه. فرتكه فرتكه على الطبله وعلى السكسكه. يلا يلا يا سمعة يلا اروح العب بقى. ماشي روح العب. ايه الطفل الغريب ده؟ فرتكه ايه؟ يلا خدي بقى. هاي عليكم يا ولاد. هاي يا ترى فين لوز الأراجوز؟ اطلع يا لوز يا أراجوز يا عبيد. اطلع يا لوز يا عبيد. اهلا وسهلا بأطفالنا الحلوين، دلوقتي هنلعب. ما تستعجل شوي، ما هو الأراجوز اللي بيكلم كده. دلوقتي هنلعب ألعاب جميلة، بس لازم انده للمساعدة بتاعتي. يا عبلة يا عبلة
شلالتك نكد عليك وعلى دماغك. ما بقتش تفرق معايا مادام اصطبحت بوش العقربة البومة الشريرة خالتك صباح. طب وحياة أمك لا أقول لها عشان تأمرزك. وتأمرزني ليه؟ عشان بقالك 3 سنين مبلط في أمها. مبلط في أمها؟ هي قالت مبلط في أمها؟ ايه هاني في ايه؟ حرام عليك انا مش عارفه اشوف رجلي بالبتاعه دي. في ايه؟ ما خدتش بالي. خبطتني على فكره. خلاص الرقص بعيد عني. طب ركز بقى شويه ركز. الله يا حبايبي يا حلوين. يلا انت يا صغير طلعت بره. يلا مش قادره اتنفس يا هاني. ما توقف الكراسي دي حرام عليك انا مش قادره اتنفس. يلا يلا حبايبي. انت ليلتك سودة وحياة عمري ما انا سايباك. انت جننتي ولا ايه؟ الله انت بتضربني؟ حرام عليك اللي قاعده مستحمله بالبتاع الزفت ايه ده؟ يا بنت الغبية انت بتضربيني بالكرسي؟ انت كمان غبي يا هاني. انت ليله اهلك سودة النهارده. بنت عمري يا جنينة اطلع بره. اوعى 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 انت ايه اتجننتي؟ بتضربيني بالكرسي؟ مفكره نفسك بتتخانق في خماره ولا انت امير كراره ولا ايه؟ ايه ده؟ هو انت اللي كنت جوه الدبدوب؟ ما خدتش بالي. وحياه خالتك؟ ايه؟ بنت انت بنت؟ إيه؟ واحنا كل ما هنقفش على بعض ولا هنشد مع بعض هتمد ايدك عليا؟ راعي يا ماما ان انا عيل غبي، يعني ممكن في مره اديكي ضربه موتك. نعم يا اخويا، هو انت عايز تمد ايدك عليا واقف ارقص لك؟ هتمد ايدك همد ايدي. والنبي. اه. طب تعالي بقى، تعالي اوريكي مد الايد، تعالي. اطلعي بره يا جبانه. اطلعي يا جبانه. انت برتقاله ولا سحلفه ولا ايه؟ ما تطلعي. مش طالع. ماشي ماشي يا شوش، انا مش همد ايدي تاني يا شوش، تمام؟ انا همد رجلي بعد كده. همد رجلي. انت بتضرب، انت بتضرب يلا عشان اشحن وحياه امي. طب اصبر. هتعمل ايه؟ اصبر عليا. اه بس بس خلاص 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 كفايه. هتقلب بجد على فكره. بس يلا اتنقل اركب عشان اوصلك. اسف لازم تعتذرلي الاول. يا جبانه ده انت اللي ضرباني ومهزاني قدام الناس، اعتذرلك ازاي؟ انت برضك اهنتني قدام الناس تعتذرلي الاول. طب اتمسي يا شوشو احسن لك. متاسفه كرامتي فوق كل شيء، لازم تعتذرلي الاول لانك اهنتني وبهدلتني قدام الناس وانا مش هسامحك. ودلوقتي كمان بتضربني في بطني. ليه بتضربني في بطني؟ مش هسامحك يا هاني. هاني 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 تعالى، ما حصلش حاجه. هاني تعالى هاني. لا لا اللي حصل ده ما يصحش ابدا يا سي عبد الله. ما عندكش فكره انا اتاثرت قد ايه؟ طبعا انت عندك حق تزعلي، ما يصحش. بس هو البنت من ساعة ما مامتها ما توفت عايشة لوحدها وأنا بدلعها غصب عني. كان لازم أدلعها زي ما أنا عايش لوحدي وبحتاج حد يدلعني. فقلت اللمة بتاعت العيلة بتاعتنا هي اللي هتقرب البعيد. آه معاك حق. ها صافية لبن حليب يا قشطة على ميعادنا النهاردة؟ آه بس يا خسارة اللمة دي مش هتكمل، أصل شريهان تعبانة شوية مش هتقدر تيجي معانا. يا محاسن الصدف. نيلي كمان مش هتقدر تيجي لأن عندها انترفيو النهاردة في التلفزيون. طب خلاص بقى نأجلها لبعدين. مين ده؟ ده لسه بقولك يا محاسن الصدف. تقوليلي كده. المهم انت تبقي جاهزة امتى؟ يعني كمان ساعة كده. تحب اجيلك على فين؟ ما تجيلي شقة المهندسين ونخلص. ما تختيش يا سي عبدالله. لا لا انت فهمت ايه؟ انا اقصد تعالي شقة المهندسين نتقابل وننزل ناكل في اي ريستوران. طب خلاص تعاليلي بعد ساعة على المزلقان بر. عيني اؤمري. تعيش يا سي عبدالله. طب يلا بقى
يلا عشان الحق اجهز وما اتاخرش. باي باي يا سي عبد الله. ناوية على ايه يا صبوحة؟ هتستفردي بالراجل؟ لا يا اختي مش عايزة استفرد بالراجل. هستفرد بيه ليه؟ انا بس عارفة انك انتي بتحبي تخرجي مع خطيبك يوم الجمعة، بتحبوا تخرجوا سوا سوا كده، فقلت يعني اسيبك يا حبيبتي عشان تبقي براحتك. ما انت عارفه يا خالتي ان انا والواد هاني متخانقين ومش هنزل معاه. ليه متخانقه معاه؟ ليه؟ ده الواد طيب وحته سكره ودمه شربات. ايوه دمه شربات على قلبي. وبعدين يا اختي ما انتوا ياما بتتخانقوا وترجعوا تصطلحوا تاني، ما فيهاش حاجه. شفتي؟ اهو جه ابن الله، ابن الغالي يا حبيبتي. قولي له مش موجودة يا خالتي. لا يا بنت ازاي عايزاني اكذب؟ يا نوشة يا حبيبي انا جاية افتح لك اهو، عايزاني اكذب يا شريهان؟ اخس عليك. حاضر يا حبيبي جيان. اهلا وسهلا، ايه النور ده كله؟ ازيك يا نوشة؟ وحشتيني يا حبيبي. يا اختي ايه الجمال اللي انت فيه ده النهارده؟ منور يا حبيبي. خير يا خالتي مالك؟ مفيش يا حبيبي، بطمن عليك. هو انت مش زي اخويا الصغنن؟ وبعدين ايه الترينج الحلو ده؟ انت مش حران؟ هو في ايه يا خالتي؟ في رز بلبن يا حبيبي، تحب اجيب لك يطري على قلبك؟ لا بقول لكم ايه؟ الكلام ده ما يمشيش معايا، مش هاني الدبدوب اللي تكلموه بالطريقه دي. عايزين تفضوها سيره الدنيا يا حبيبتي شبكتي والاقساط بتاعت الجمعيه، 7 شهور على داير المليم. اقساط جمعيه يا معفن؟ هو احنا من يوم ما شفنا خلقتك شفنا منك لا ابيض ولا اسود، كتك 60 نيله. ايوه كده اظبطي، انا ابتديت اقلق. خلاص يا خالتي، عايز ايه يا هاني؟ طيب اسيبكوا براحتكوا بقى. ها وانتي يا حبيبه خالتك افردي وشك شويه، ادي الواد شويه حنيه. وانت يا نوشه ما تنساش بقى تسلمي على امك، اصلها وحشاني يا معسله قوي يا بتاتا. هي خالتك رافعه حاجه ولا ايه؟ ايه يا غزال مالك حرنان علينا ليه كده؟ انا اصلا مش موجوده يا هاني، انا في مشوار. طب ما تتاخريش بقى عشان انا قاعد مستنيك. ايه في يا بت؟ بقالي اسبوع بكلمك في التليفون ما بترديش ليه؟ انت ازاي يا هاني يا معفن تسيبني واقفه في الشارع وكمان وانا لابسه البرتقانه؟ ايه ده، هو انت ما كنتش راكبه جنبي في الموتوسيكل؟ لا والله ما خدتش بالي خالص. طب والبوكس اللي اديتهولي في بطني؟ البوكس ده محبه وغلاوه. دي غباوه. شوشو انا جاي عشان اصالحك وافسحك واخرجك من المود اللي انت فيه ده. ومين قال لك اصلا ان انا هنزل معاك؟ ليه ما عنديش كرامه؟ ماشي يا شوشو براحتك، الغي بقى مع الواد اللي كان هيودينا الدريم بارك ده. وحياة امك يا هاني، انت كنت هتوديني الدريم بارك؟ وتركبني الدوده والمنخل؟ دوده ايه وانا موديك جنينه الفسطاط؟ بقول لك الدريم بارك. اوعى يا هاني يكون قصدك الملاهي الكبيره دي اللي بنشوفها من على الدائري. ايوه هي دي اللي فيها الراجل المدور ابو نضاره ده بيقول دوبي تعالوا بينا. يلا احنا وش الله. بس مفيش شله، هنروح انا وانت بس. ماشي. هتيجي ولا لسه كرامتك ناقحه عليكي؟ مين قال لك اصلا ان انا عندي كرامه؟ مفيش كرامه في الملاهي يا هاني. هاني 5 دقايق بالظبط هكون موجود. بس وحياه ابوك، خد البلوزه دي دوس لي عليها شويه. من عينيا. دوبي تعالوا بينا يلا احنا وش الله نقعد نتسلى. شوشو. يا البلوزه دي مكمكمه ليه كده؟ انت كنت ناشراها في الحمام؟ انا ما غسلتهاش اصلا يا هاني. وبعدين مالك فاضلها لبستين وبعد كده اغسلها. دوس انت بس عليها كويس. دوس لبستين وبتكويها ليه اصلا؟ والله انا واقف بقالي ساعه اهوت مستنيك عند البوابه مستنيك. ماشي مع السلامه. هو انت بتكلم مين؟ لا ما تاخديش في بالك. المهم ايه حكايه عمك بقى اللي طلع لكم ده وغني قوي وعنده شركات واطيان؟ ايوه ده طلع جامد قوي، ده قال لي انه هيشغلني عنده في الشركه ب 5000 جنيه. 5000 جنيه؟ ايوه. هو في حد اصلا بياخد 5000 جنيه؟ انا هيديني 5000 جنيه. ليه يديكي 5000 جنيه وانت من بيت اهله؟ ايه الغباء ده؟ بقول لك عمي. عمي؟ ايوه صح، لا عمك يديكي صح 5000 جنيه صح. المهم ايه رايك في الدريم بارك؟
تحفة. أنا حاسة إن هيجرالي حاجة من الانبساط. ممكن ندخل بقى؟ يلا ندخل. هندخل حالا أصلا يا ماما لسه لما. ألو، وكتاب اللي أنا واقف عند البوابة يا باشا. ماشي، اطلع هتلاقيني على طول. لابس لون إيه؟ لابس لون الدريم بارك. أيوة، اطلع بس هتلاقيني والله. مع السلامة. مع السلامة. هو أنت بتكلم مين كل شوية؟ هو في حد جاي لنا؟ حد مين؟ لا طبعا مفيش حد. بصي، هو في مصلحة زي اللوز، يعني ساعة زمن وهنخلصها. هو انت جايبني تفسحني ولا تشغلني؟ استني بس قبل ما تكشميلي وتحرفي في وشي كده. اهدي اهدي، في المقام الاول جاي افسحك، بس هي فسحه وشغل في نفس الوقت. يعني هم جماعه عايزين يصوروا اعلان وعايزين العيال المودرن دول يجوا يلعبوا ويتبسطوا كده قدامهم ويصوروه، يعني لعب وشغل. بس ده ما كانش اتفقنا يا هاني. ما تبقيش غبيه يا بنت، هيطلع لك قرشين حلوين تجيبي لك بنطق مكاسات مقابض اي حاجه. ولا انت يعني خلاص عشان هتقبضي 5000 جنيه في الشهر هتتنططي على اللي جابوا اهلي؟ بصي يا بنت الناس، انا بفسحك على قد ما قدرتي، بس اللي اضمنه لك ان انا راجل شريف وفلوسي دي فلوس حلال. خلاص خلاص يا هاني، انت هتشحت. طب امان عليك يا هاني، تقول لهم ان انا مش هينفع اركب الحاجات الصعبه، يعني اركب الحاجات الهبله زي الفنجان اللي بيعمل كده، ده الحصان اللي بيعمل كده، يعني اخطر حاجه هركبها السيارات المتصادمه. لا لا لا، ولا هنوصل للمرحله الخطره دي اصلا يا بنتي. انا مفهمهم على كل حاجه، قلت لهم يا جماعه لو سمحت عايز حاجات خفيفه، دي خطيبتي حبيبتي، يعني مش جايبها بهدلها، انا جايبها ادلعها. ابو سيدك بعد اذنك نزلني عشان خاطر ارجوك، اصل انا عندي فوبيا من الحاجات دي. كات. ليه يا هاني؟ احسن يا وحش جدع بنت شوشو. جدع، شكلك حلو جدا في الكاميرا، وبعدين عماله تمثلي حلو، عامله مرعوبه وخايفه. برافو عليك هاني. ابوس ايدك خليهم ينزلوني عشان خاطر خد كل الفلوس اللي معايا وخليهم ينزلوني. دي صعبه قوي، صعبه قوي، بس ممتعه. لا 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 مش ممتعه، ورحمه امي هطرش يا هاني، هطرش يا هاني. التلت السريع مع الصاروخ وهو طالع. ها عصام، اخر مره هنظبط التلت مع الصاروخ. اكشن يا هاني. قول لهم عصام الحمام مش قادر. يا رب تموت يا عيني. وحش، هنعيد تاني يا بيه. اظبط التلت يا عصام. بتظبط التلت يا عصام، والله خيب بيت اهلك. انت ايه يا اخي؟ مفيش غيرك. شوشو هو ده. هاي يا عصام، مكان من الاول يا اخي. منك لله يا اخي، منك لله. البنت ماتت يا حمصاني، اتاكدوا لو البنت ماتت غيروها وهاتوا واحده تانية. ها مش فاضيين، عايزين نصور. اتفضل. اه بس اليوم محسوب على فكره. عارف يا شريف، تعرف ان انت من ارجل ناس عرفتها في حياتي بجد، ونعم الصح. يعني بجد مش عارف اقول لك اسف بجد، في يعني احنا في قاعده زي انت دي. انت بتعمل ايه؟ بدول برتقال. بتدول البرتقال بتاع ليه وتحط بقك في البرتقال بتاع ليه يا شريف؟ في ايه؟ طيب بعرف يا شريف، ما تحطش بقك في الكوبايه بتاعتي، ما تطلب برتقال يا عم. ما انت طلبت شاي. ماشي اوبا. في ايه؟ في حتتين قاعدين لوحدهم، لو علقناهم وخدناهم ورحنا بيهم ديسكو. ديسكو؟ انت قديم. ما اسمه ايه يا عم الابديت؟ اسمه باب كلاب. محني سو. الولد شكله نيرد قوي. اتعلم بس، اتعلم، شوف انا اعمل ايه. اتعلم عشان خاطر. تعمل ايه؟ ايه المتخلف اللي جنبه ده؟ بيعمل كده ليه؟ سو بيئة. لزج قوي. خلاص جم وبيبصوا لنا. بيبصوا لنا ايه؟ اكيد بيبصوا على حد تاني. احنا حد يبص لنا اصلا؟ انت ايه الدوجلاس دي؟ عايز سكسوكه دي بالنسبه لك عادي؟ سكسوكه ودوجلاس؟ قديم. انت دلوقتي جبتيني هنا اني سير تلمي انت هتخشي عليه زي الكائن ده. هقوله ان انا معاه في الجامعه وعايزاه يساعدني في البروجكت. جامعه ايه يا نيلي اللي هتقولي لي عليها دي؟ احنا متخرجين من زمان جدا. هقوله اي كلام يا سو، اي كلام.
اهم حاجه ان انا ادخل بيته وافتح الكمبيوتر بتاعه واجيب صور الزفته. طب والنبي بس ما تكلمش خالص، لما يجوا يقعدوا معانا اعمل نفسك ابن خالتي ماشي وخلاص. اوكي، بس مشكلتي ان هو سنتوح قوي، يعني واضح ان انا اللي لازم اروح اتكلم معاه. ترو. يا نهار اسود. ايه اللي علينا؟ ضربونا الصبح في الجراج. قصدك اللي ضربوني انا؟ بغض النظر. مش بغض النظر، انا مش هتضرب تاني يا سيف. وقفين. انا مش هتضرب تاني. مش هتضرب، يلا نمشي عشان ما نضربش. ماشي، يلا نزوق بسرعه. ماشي شريف، ما حسبناش. مش مهم مش مهم. قومي قومي ليتس جو. الحمد لله ان احنا هربنا، الحمد لله. انا مش قادر اتضرب تاني خلاص، مش قادر اتضرب. بصراحه شكلك الصبح وانت بتتضرب كان يموت من الضحك، خصوصا الواد اللي ماسكك من رقبتك وزنقك في الازاز وانت عامل كده شكلك كان يقتل. في ايه يا سيف؟ في ايه يا سيف؟ ما تزعلش. يا لهوي. ايه؟ احنا متراقبين. من مين؟ تقريبا العيال اللي ضربونا الصبح خرجوا وراني بالكافيه وجايين. يا نهار اسود. عايزين ايه تاني بقى؟ عايزين ايه تاني بقى؟ ما انا اتضربت واتشتمت، عايزين ايه؟ عايزين تف عليك ما تفوش. على فكره هتضرب معايا على فكره. لا اتضرب انا اللي هضرب. مش عايز اتضرب انا، ما ينفعش اتضرب. انا خايف مش قادر. طب بص انا عندي فكره. ايه؟ احنا اول يمين ها هنخش ونركب، لو دخلوا ورانا وركنوا يبقى هنتنفخ. لو ما دخلوش؟ لو ما دخلوش ما ايه لو ما دخلوش؟ يبقى مش عايزيننا، هي دي محتاجه فقاقه. ماشي خش خش خش. ركنوا ولا لسه؟ العصابة اللي ماشية ورانا بتراقبنا. أنا نايم جنبك ولا إيش عرفني وأنا نايم جنبك أهو. طب اطلع شافوهم ركنوا ولا لسه؟ مش هينفع مش هينفع، أنا اتضربت كتير أوي النهاردة يا سيف، اتضربت كتير أوي يا سيف. ما ينفعش أطلع أنا، أنت قوي أنت قوي يا شريف، أنا لو طلعت هتضرب. ركنوا ركنوا. اهدى ركنوا. اهدى. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ راجل هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ ايه ده؟ ما انت اللي غبي، سنينا في الشارع مقفول يا غبي. ما انا كنتش عارف ان هو مقفول. سو هما منيمين الكراسي ولا انا مش شايفه؟ لا منيمينها، اي كانت سي اصلا دماغاتهم. منيمين الكراسي في شارع جانبي ضلمه. انا عملت حسابي وعارف ان غبي. عملت ايه؟ برفان ودورت برفان. مش برفان مش برفان. امال ايه؟ سيلف ديفنس. والمصحف انت برنس. ايه رايك؟ ابوك لو عارف اني معاك في سيلف ديفنس اقسم بالله ابوك هيبهدلك. لو هيبهدلني ليه وانا معايا نسوان؟ نزازه تنقذنا في اللي احنا فيه. خلاص اول ما يجوا من الشباك بتاعك انت هشهم على طول. ماشي ماشي. ايه انت غبي قوي غبي قوي. افرج كم الازاز بتاعك انت، هنعمل ايه؟ تبقى مصيبه تبقى مصيبه. انت هتنشهم. طب خلاص خليه في النص خليه في النص. ماشي ماشي ماشي. لا 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 مش قادره، الكيوريوزيتي هتقتلني، لازم انزل اشوف بيعملوا ايه. ليه؟ ار يو كريزي؟ نو دونت جو. ليه يا بنتي دونت جو ليه؟ انا لازم اعرف. لا اتس تو دينجرس دونت جو. دينجرس ليه؟ دول نيردز اصلا هيعملوا لي ايه؟ انا نازله. نيلي بليز تيك كير. اوكي اوكي. نزلوا جايين من عندك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا اتصرف ازاي؟ اتصرف ازاي؟ اعمل ايه؟ رش في عين رش في عين. لو بصيت في عينه ده تترعش قطعه مني. مش عارف مش عارف. اضرب اضرب. انسه نيلي انا اسف على اللي حصل امبارح. خلاص مفيش مشكله، اصلا كان في عصابه بتطاردني امبارح فانا فكرتك احد افراد العصابه. بليز لو سمحت كفايه، ما تخلينيش اكرهك اكتر ما انا مش طايقاك بجد. كفايه ان انت السبب ان انا ما نزلتش صورتي على انستغرام النهارده، ودي كارثه. طب معلش انا اسف، ممكن بس اطمن على عينيكي؟ خلاص اتس ماتش بيتر النهارده، مش لازم. معلش بس ممكن تقلعي النضاره اشوفها؟ والله صدقني مفيش. خلاص يعني خلاص. عشان ضميري بس بيوجعني معلش انا اسف. بس هو الدكتور قال لي انها تورم شويه، بس قال لي انها هتخف على بالليل. لا اله الا الله لا اله الا الله. هو الدكتور قال لك هتخف على بالليل ولا هتعيش بالليل؟ هي بايظه قوي كده؟ لا خالص خالص خالص. البسيها بس بسرعه، البسيها البسي. طيب بص يا سيف، انا كنت عايزه اطلب منك طلب. عايزه فلوس؟ عايزه كام؟ لا 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 خالص، انا معاك في الجامعه. ايه ده جامعه ايه؟ معايا انا؟ مستحيل، ما شفتيش قبل كده. ازاي يا ابني؟ ده انا بقعد وراك في كل كلاسز. ما حصلش، لو بتقعدي ورايا كنت اعرف يعني، انا بحضر على طول. ما
طب افكرك، انا مره استلفت منك استيكه. مستحيل تستلفي مني، لان انا مش هسلف استيكه لحد، لان اهم حاجه عندي الاستيكه. طب ثانيه، الاستيكه عليها فراوله ومتعضعضه من الجنب. انا ما اضعضعش الاستيكه عشان اعرف اهميتها، ما اضعضهاش انا. وبعدين كان امتى؟ كان يوم ايه؟ كانت محاضره الدكتور مين لما خدت مني الاستيكه؟ طيب ممكن ننسى حوار الاستيكه دلوقتي، انا عايزاك تساعدني في الجراديويشن بروجكت بتاعي، عشان انا عارفه ان انت من الستودنتس اللي شاطرين قوي في الجامعه، مع انك شكلك اكبر من سنك. لا انا فعلا سني كبير، اصلا درست جامعتين ودي الجامعه الثالثه ليا. للدرجه دي بتحب التعليم؟ لا مش حد بيحب التعليم، بس انا فاهمك. انا ماما كان نفسها ادخل كليه الحقوق، فدخلت كليه الحقوق عشان ما تزعلش. بابا بقى كان نفسه اخش كليه سياسه واقتصاد، دخلت طبعا عشان بابا ما يزعلش. بعد كده بقى درست الحاجه اللي بحبها، اللي كان نفسي اخشها من الاول، كليه الهندسه، عشان انا ما ازعلش. ايه ده، يور سو سويت. اي حد بيقول لك تدخل اي حاجه كده بتدخلها. طب معلش انا هطلب منك طلب، بس هو مش ده الطلب الاصلي يعني، ده طلب تاني جالي دلوقتي. انا كنت عايزه ادخل باليه، ممكن تدخل معايا؟ والله لو هتستني لاخر السنه دي اخلص المشروع بتاعي، ما عنديش مانع ارقص معاك يعني. اوكي هستنى. نرجع بقى للطلب الاولاني الاصلي. اتفضلي. انا كنت عايزك تساعدني في graduation project بتاعي. ايوه، يعني عايزه ايه بالظبط؟ يعني اجيب لك مراجع، اكتب لك مقدمه، ارسم لك ماكيت. بالظبط كده، عايزك تكتب لي مراجع وترسم لي مقدمه وتجيب لي موكيت. اجيب لك موكيت؟ اه. وانت بقى مش تعملي اي حاجه؟ يعني انا هجيب لك كل حاجه وما تاخدي المشروع بتاعي احسن. بص يا سيف، انا امبارح خليت بابي يكلم رئيس المباحث عشان يقبض على العمل كده في عيني، بس ما قلتلوش اسمك، لكن دلوقتي حالا اكلمه واقول له اسمك عادي. لا لا، وتقولي له ليه؟ ما تقوليش اي حاجه، وانت لو احتجتي اي حاجه انا هعملها لك. اقول لك مش عايز الاستيكه، ومعايا ليكي حته برايه بمرايه، انما ايه، جميله، ومعاك رقمي، كلميني. ما يعني انا مش هتاخر عنك في اي حاجه، بس يا ريت ما تقولي. ايه الصوت ده؟ لا ما فيش، ده طفل صغير خبط الترابيزه ووقعها على الارض. ولد شاو، اسمك ايه يا حبيبي؟ اسمك ايه؟ حمزه. حمزه شقي يا حمزه. حمزه ما تمشيش حافي عشان الازاز ما يخش في رجلك يا حبيبي. معلش سوري، انا همشي بقى دلوقتي لان الدكتور قال لي لازم اريح عيني. طيب تحبي اوصلك؟ لا لا خلاص شكرا. هي فين بقى؟ هي مين؟ شنطتي. مع حمزة. الشنطة مع حمزة. يا حبيبي شقي شقي شقاوة، خدي الشنطة يا حبيبي. بصي سيب يا حمزة، سيب يا حبيبي، سيب. بيقولك باي باي، عنده خصلة حلوة قوي حمزة. ثانك يو سيف، باي باي. طب يعني أنا مش هينفع أسيبك في الحالة ديت، لو أوصلك يعني. مالها الحالة؟ في أنا كويسة، أنا بعرف أتحرك لوحدي على فكرة. تمام، خليك أقعد أقعد، مفيش مشكلة خالص. وبعدين بقى يا حمزة في إيه؟ أنا بلعب معاك؟ فين مامة حمزة يا جماعة؟ احنا في نيرسي ولا ايه؟ بتسيبوا ولادكوا كده؟ قدك انا؟ قدك؟ خلاص ما تزعلش، مش هزعقلك تاني. دي ولا دي؟ دي ولا سيف. سيف. ايه يا شريك؟ بقول لك يا سيف، الطماطم احلى ولا الخيار الهالات السوداء اللي تحت العين دي؟ البتنجان المخلل. يا شريف اللي انت عامله ده، انت حاطط من الماسك بتاع ماما؟ ما ده اللي لقيته عندكم، وبعدين حبيت اعمل كده عشان بصيت تبقى ناعمه ونضره، عشان لما نيلي تيجي بكره تريني زي القمر. وانت مالك ومال نيلي؟ نيلي دي بنت مؤدبه ومحترمه. انا مش عارف ايه اللي خلاني اوافق انها تيجي هنا. ايه المشكله انها تجي لنا البيت يعني؟ ايه العيب في كده يعني؟ المشكله انها بنت وجميله. ايه المشكله في كده؟ ما تبقى تعرفنا على بنات صحابها الموزز ونخرج معاهم ويجوا لنا البيت ونروح لهم البيت ونروح معاهم ديسكو. شريف انا جايبك هنا عشان ما اقعدش انا والبنت لوحدينا، لكن تروح تقول لها بقى عرفيني على الموزز صحابك وجو التحرش بتاعك ده انا ما بحبوش، وما بحبش كلمه ديسكو. لما تلاقيني داخل بحنان شوقي يبقى اقول ديسكو. طب بعيدا بقى عن كل ده، احط طماطم ولا احط خيار؟ حط حته. فين؟ بقولك ايه، هو انتوا لما بتعوزوا تاكلوا بتاكلوا ايه؟ يعني الشبراوي بيجي دليفري؟ يخرب بيت سألت تدويرة وشك.
حد عايز حضرتك يا استاذ. حد مين ده؟ صباح الحنان على احلى شريهان على مر الزمان. هاني انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ في يا شوشو دي مقابله قبل بيها خطيبك؟ هو انت ليك عين تيجي بعد اللي عملته في الدريم بارك؟ والله يا شوشو انا كان قصدي خير، وبعدين انا عمال اكلمك من ساعتها وانت اللي ما بترديش عليا، وبعدين لو انت فاهمه ان انت بكده بتخلعي من هاني الدبدوب فلازم تفهمي ان هاني الدبدوب لسه حبوب. من فضلك يا هاني احنا هنا في مكان عمل، يعني ما ينفعش الزيارات الخاصه دي الا لو كنت عايزني في شغل. طب ما انا عايزك في شغل. شغل؟ شغل ايه ده بقى؟ مش انتوا شركه شحن؟ ايوه. انا جاي اشحن. تشحن ايه؟ اشحن بعشة. تشحن بعشة بس؟ طيب عشان خاطر الشمسية دي هشحن ب30. لا في ب25. لا انا خارج من ذمتي 30 وال5 ليك. انتوا بتعملوا ايه هنا؟ مين ده؟ مستر منير ده باينك زبون، مش انت زبون؟ زبون؟ اه انا زبون و كنت جاي اشحن يعني. جاي تشحن؟ اه. تشحن ايه؟ اشحن ب50. نعم 50 ايه؟ طيب ماشي، انت مستقل لهم يعني عشان شركة وانتم موضبين ومكلفين. هشحن ب100 مش هيخسر. هات التليفون اشحنك على الهوا، مفيش بمية. ماشي. انت جاي تهزر؟ خلاص يا مستر منير، خلاص هو اساسا كان ماشي، مش انت كنت ماشي؟ مش ايه؟ لا مش بقى هي بقى كده يعني. طب على فكره بقى انا مش زبون ولا حاجه ودي تبقى خطيبتي. لا خطيبي ايه؟ هو انت خطيبي؟ هو انت وقعت على دماغك ولا ايه؟ في ايه يا بنت؟ مش عارفه ليه نسيتك فجاه ارتبكت بقى. امشي يعني ابوس ايدك عشان خاطر امشي. ماشي يا شوشو همشي، بس الاول تقولي لي سامحتك. سامحتك يا هاني؟ لا قولي لي سامحتك يا دبدوب. سامحتك يا دبدوب. لا ما تاكلنيش يا ماما، قوليها زي ما بتقولها لي. سامحتك يا دبدوبي دوبي دوبي. ايوه الغلاسه اللي انتوا فيها دي، اتفضل اطلع بره يا سخيف. دي مواعيد ساعة نستناكي. اه مش ده بيت سيف؟ سيف موجود؟ ولو مش موجود ما ينفعش شريف خالص؟ انت بتستظرف بقى بصراحة. اه اهلا يا نيلي، ازيك؟ بطل غتاتة يلا، وبعدين اقلع الروب بتاع ماما عشان لو شفتك لابسه هبهدلني. الفسكوزة بتاع ماما؟ ايوه اقلعه. انا مالي ادخل ولا ايه ده؟ بطل غلاسة. اه طبعا اتفضلي يا نيلي اتفضلي. واو ايه ده، انت بتقرا مجلة ميكي لحد دلوقتي؟ اه انا عارف انها حاجة عيالي، بس انا بقرا ميكي لحد دلوقتي. مش عيالي خالص. انت عارف ان انا جدي صاحب مجلة ميكي هو اللي كان بيكتبها زمان؟ مش معقول، ده جدك ده كان راجل عظيم. طبعا عظيم يا ابني، ده جدي. تشربي حقيقة؟ سوري تشربي حقيقة؟ شاي قهوة نجيب بريل ونخربها؟ الشيء ده مستفز قوي. البريل؟ لا انت. هو مين ده؟ ده شريف كان معانا في الكافيه، انت نسيتيه؟ لا مش فاكراه خالص. ده شريف صاحبي الوحيد وبيعدي عليا هنا كتير، ده كان بايت معايا امبارح. كان بايت معاك وواخد الروب بتاع مامتك، ويرد قوي. لا مش ويرد، هو شقي. يا شقي يلا تشربي ايه بقى؟ ممكن تريبل بيري كيوي سموذي. ايه؟ سموذي؟ لا انا ما بشربش الحقيقه. لا هي عايزه تشرب افهم بقى، هي عايزه تفك افهم. اجيب كحوليات وننبسط؟ لا 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 خالص انا ما قلتش كده، هات لي ميه. اوكي ماشي هاخد وقت في الميه. ها انجز انت بس وفكها كده. يلا انجوي. بصي هو غيتت شريف، غيتت بس قلبه ابيض يعني طيب جدا. فين الفايل بقى بتاع المشروع بتاعك؟ الفايل على اللابتوب، واللابتوب في العربيه، بس انا عندي كوبي على الميل. طب كويس، احنا هنشتغل على اللابتوب بتاعي وهبعت لك كل الشغل بالميل. طيب اوكي ماشي. هات اللابتوب بقى عشان انا لما بكتب بنفسي بستعوب اكتر. بت ايه؟ بستعوب. اه لا انا هكتب انا عشان انا سريع عشان ننجز. يا ابني انا في الكتابه سريعه بس. هذا وقد قرر العالم الفلكي والرياضي البريطاني بريكتور بعد رصده هذه الظاهرة وتمكنه من تصوير لحظة انشطار واجهة الهرم في عام 1920 ميلادية. معلش هي قد بالقاف ولا بالكاف؟ هو انت لسه في قد؟ ايوه بس خليني اتاكد من سبيلنج. بالقاف. قاف اللي هي سيركل وعليها نقطتين؟ ايوه. اوكي قاف قاف. يا لهوي سريعة سرعة اسرع واحدة. قاف. طيب هذا انت بتطلعي ولا بترجعي؟ ايوه خليني اكتب صح. هذا بالزه ولا بالزاد؟ بالزال.
مفيش حاجه اسمها زه ومفيش حاجه اسمها زاد. ازاي في ره زه وفي زاد ضاد؟ اسمها صاد ضاد وره زين. زين ده مش حرف، ده اسم بني ادم. حتى في بنات اسمها زينه. انت شكلك ما كنتش شاطر في العربي على فكره. انا خلاص خلاص هكتبها بالزاد. طب قابليني بقى لو لقيت الزاد دي عندك. انا مش عارف انت متعصب ليه يا سيد. اهدى شويه يا سيد، اهدى شويه. انت مش شايف يا شريف؟ انا مش شايف. انا مع مين؟ انا مش شايف. شريف ما تستعبطش، ده بريل، انت هتعملي سكران. ماشي ماشي معلش. خلاص خلاص كمل يلا. هذا وقد قرر. قرر بالقاف ولا بالكاف؟ بالقاف اللي هي الشركه وعليها نقطتين. اللي هي شركه عليها نقطتين. اوكي قاف. قرر ره ره ره. يا رب ارحمني. ره ره لقيتها. قرر يعني ره تاني. ره ره. انت بتدوري على ايه؟ ما هي هي، ما انت لسه دايسه عليها، دوسي عليها تاني. مش لاقياها. يعني ايه مش لاقياها؟ يعني فطت ثابت الكيبورد وطارت؟ ده انت غريبه قوي يا شيخه. اهدى بس، اهدى اهدى. اوقات الري بتفط من فعلا من الكيبورد. معلش اهدى. بطل شرب يا اخي، البريلا هيقتلك. طب بالراحه على البنت، البنت زي القمر عشان خاطري. بالراحه. على فكرة أنت موترني جدا والمشكلة مش عندي. أمال عندي أنا؟ يا عم المشكلة عندنا، عندنا المشكلة. خلاص معلش. المشكلة في اللابتوب بتاعه صح؟ أيوة صح، أنا معاكي جدا فعلا. اللابتوب بتاعك غير اللابتوب بتاعي. يعني مختلف إزاي؟ يعني هو هو لا أي لابتوب في نفس الكيبورد. لا الكلام عندك أنت مختلف، على الأقل أنا عندي زاد أنت ما عندكش. مفيش حاجة اسمها زاد. أنا مش عارفة أشتغل على اللابتوب ده، أنا عايزة اللابتوب بتاعي. هو موجود تحت في العربية، هتنزل تجيبهولي ولا أنزل أنا أجيبه بنفسي؟ لا لا ما تنزليش أنت. انا هنزل واعملك اللي انت عايزاه. يلا انزل بقى، متاخر بقى ايه، واديني فرصتي بقى كده عشان اقعد معاها شويه. ها نتكلم انا وهي شويه. يلا اديني وقتنا بقى. ماشي. وانت ايه قليل الادب؟ دي بنت مؤدبه مش زي اللي تعرفها. اه ماشي ايه المشكله؟ بس انا مش هقعد معاك لوحدي على فكره. في انت قفشت ليه؟ ما كنا لسه بنتكلم وفكرنا ما بدانا نفك اهو. سيف لو سمحت خد الشيء ده معاك. ماشي يلا. مش هتغير الروب ده ولا البس ابيض احسن؟ ابيض يا شريف. شريف سيف تعالى خد المفتاح. خلي بالك عشان انا شاكه ان صاحبك ده ممكن يسرق حاجه من عربيتي. صاحبي ده؟ بتقولوا ايه؟ بتتكلموا في ايه؟ بنتكلم عليك. اوكي ماشي كملوا. لا صاحبي ده مش حرامي، مش حرامي. هو ممكن يكون غتت غلس لكن مش حرامي. خايفه ياخد مثلا سكارف من عندي من العربيه اذا كان اخد الروب بتاع مامتك. لا دي مش سرقه، دي شقاوه. شقي قوي. شقي. اوكي خلي بالك. عامه لا ما تلاقيش. بليز دوروا كويس عشان انا مش فاكره حتى اللابتوب فين. طيب حاضر. يعني مش متأخر. خد راحتك، البيت بيتك. شكرا. فين الصور بتاعته معاها؟ photos private. ياسمينة. ايه ده؟ دي احلى حاجة حصلت لي في حياتي. دي هتبقى فضيحة جامدة جدا. دي كانت مبزوزة مبزبزة من كل حتة. ايوه يا سيف استنى ما تجيش. لقيت اللابتوب؟ لا ما تطلعش من غيره. دور عليه في كل حتة، دور تحت رجلي كده الحتة اللي بسوق فيها، دور جنب الكرسي التاني، دور بين الكرسيين، في الكنبه اللي ورا، في شنطه العربيه. من فضلك ما تطلعش من غيره عشان اللابتوب بتاعك وترني قوي. ثانك يو باي. هبعت الصور لنفسي على الميل. طب ما انا اعمل لهم شير من الفيسبوك بتاعه وانا ولا من شاف ولا من جري. باي ياسمينة السمينة. مساء الخير. بس معلش هو الجيم اللي هنا فين؟ عشان بس عايز اضبط الباي والتراي. اوف يا لهوي. انت بتعاكس هنا؟ انا عضو هنا، انت بتحرجني. يا عم معلش الجاكيت عامل شغل يا سيف، مش ممكن. شغل ايه جاكيت؟ انت جاي تخطف طفل؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ طب طالما مش عايز نعاكس بنات، عايز نعمل ايه؟ جايين النادي نعمل ايه يعني؟ انا عايز افهم. جايين عشان نلي. ما بتردش عليا في التليفون من امبارح وحاسس انها زعلانه. اكيد زعلانه عشان ما لقيناش اللابتوب بتاعها.
طب ما احنا يا كيوتي اموري عسوله قعدنا قلبنا العربيه ما لقيناش حاجه. يا كيوتي يا امرايه الامرايه، لو كنا دورنا تحت الاستبن كنا هنلاقيه. وازاي كنا هندور تحت الاستبن؟ احنا مش عارفين نشيل الاستبن اساسا. اهو كنا اتصرفنا احسن ما تزعل. ومنين انت بيفرق معاك زعل البنات اساسا؟ وانت مش ورا البنات ده مالكش فيه اساسا. مين اللي قال لك؟ لا ليا فيه طبعا. ايه اللي ماليش فيه؟ لا فيه طبعا، انا كويس جدا، بس هي عشان زميلتنا في الجامعه. زميلتنا في الجامعه؟ لا ده انت رخم قوي، انت رخم يا شريف. في ايه؟ لو عايز تهزر قول لي عشان ما اجيش انا هنا يا شريف، ما تهزرش معايا. انت وقعت منين؟ انت حبيت هالة؟ انت قديم يا شريف. اوعى يا شريف، انا بعرف يا شريف ما تلمسنيش يا اخي. قلت لك يا نهار اسود. ايه ايه؟ امن النادي؟ امن النادي؟ ياسمينة جاية. امن النادي ايه؟ واحنا ناطين من على السور. ياسمينة مين ياسمينة دي؟ واحدة كنت ماشي معاها زمان. دي جامدة قوي، جامدة قوي قوي قوي. ايه ده؟ لا ولسه بقى لما تيجي تشوف بقى انا عامل ايه. هاي ياسمينة ازيك؟ هاي يا سي زفت. ايه؟ انت بتضحك على ايه؟ انت ليك عين تيجي نادي برجليك؟ انا؟ ده اللي انت عملته معايا امبارح ده. عملت ايه معاها امبارح؟ انت عامل معايا ايه دي؟ عملت غلط والله. انا عملت ايه؟ انا ما عملتش حاجه. استنى، عمل ايه؟ في ايه؟ انت عملت شير للصور القديمه بتاعتي على الفيسبوك؟ ايه انا؟ هو لو في مشكله في الصور القديمه حضرتك وعايز احط لك صور جديده اديها لنا وهنحط لك الصور الجديده على طول يعني. لا انت ممكن تخلص خلاص عشان ما حدش كلمك اصلا. انت بتضحك على ايه؟ بتهزقك انت. ايوه صح. انا ما شيرتش حاجه. امال مين اللي شير الصور دي؟ مين؟ مش ده الاكونت بتاعك؟ اه. يبقى مين اللي عمل شير؟ مين؟ صدق انك حيوان. اه يا حيوان. ايه حيوان؟ ايه الشنطه بتوجع قوي. ايوه طبعا السوسته جت في ضرسي. معلش سلامتك يا حيوان. ما تمسنيش يا شريف، ما تمسكنيش. قلت لك يا اخي اوعى بقى يا اخي. الله أموري. عايزه ايه؟ بقالك يومين ما بحلقالي، عايزه ايه؟ يا بنت انت عيب عليكي كده، حرام. ما تتريقيش عليها، ما بتعرفش تتكلم. مين دي اللي ما بتعرفش تتكلم؟ ده انا سامعاها الصبح بودني وهي بتغني اه لو لعبت يا زهر. اه لو لعبت يا زهر واتبدلت الاحوال. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده ايه ده؟ شفت؟ لا دي اكيد ملبوسه كده يا ماما. خلاص بقى شوشو فكيها بقى. افك ايه بس يا هاني؟ ده احنا من ساعه ما عرفنا الراجل وهو حاله في النازل شكلنا بقى اندر قوي. وانتوا مالكوا يا بنت؟ هو قدره كده. انت بس توصي خالتك تقعد ايه جنبه، يعني تفكه تاخده في حضنها تطبطب عليه. الراجل برضو عريس جديد وفي ظروف صعبه ومحتاج لصدر حنين كده. ما تظبط يلا وتلم نفسك يا بنتي. ما حلاله يا بنتي، هو محتاج لصدر حنين يترمي فيه. بس نيان بقى. نيان مالها دي بتناونه ليه؟ سيبك منها، نزل رجلك وحط الطبق على الترابيزه. معلش انا اقعد براحتك ياض. نيان نيان ما تتعبيش نفسك، بعتنا نياو تجيب طلبات. طلبات ايه اللي بعتوها تجيبها؟ لا ما تقلقيش، ده حاجات بسيطه يعني، فول على طعميه على بقسماط. مش قصدي يا غبي، قصدي ليه اصلا تبعتوها تجيب طلبات؟ ايه اللي ليه؟ مش شغاله هنا؟ شغاله عند اصحاب البيت، انما انتوا ضيوف تقالوا خلاص هتمشوا. بقول لك ايه يا بنت انت، ده مش عايزه اتخانق معاكي عشان الظروف اللي عم عبد الله فيها. هو فين بابي اصلا؟ انا ما شفتوش من الصبح. في المكتب مع المحامي ومندوب شركه التامين. انت بتتكلمي ليه اصلا؟ لو حد كلمك؟ الله انت مصرصايه يا بنت انت ولا ايه؟ مش انت اللي بتسالي؟ بسال نفسي وبتكلم مع نفسي. خلاص معلش يا ست الكل، حقك علينا. وانت بعد كده لما تلاقي بتتكلم مع نفسها ما تتدخليش خالص، ماشي؟ انت مالك انت اصلا قاعد متبرتع كده في الليفنج؟ انت مين اصلا؟ بعدين بقى ده خطيبي، عشان افهمك بلغتك، ماي اكس فريند، وضيف مرات عمي اللي هي صاحبه البيت. اولا انا مش هصلح لك الكارثه اللي انت قلتيها دي وهسيبك حماره كده. ثانيا مرات عمك اللي هي صاحبه البيت اسمها الست اللي خربت البيت. يا عالم يا نحس. شريهان ايوه يا عم حالا. اوعى يالا شريهان. ايوه يا عمو. مش في ملف امبارح اديتهولك وقلتلك خليه معاكي؟ ايوه انا شايلاه معايا. هاتيه وتعالي بسرعه. ثواني ويكون عند حضرتك. ما يقدرش يستغنى عني خالص، هيجنني. ان شاء الله ما خليتك تستنى. نزل رجلك يا متخلف انت. معلش انا اسف، حقك عليا.
على فكرة أنت صاحبة البيت طبعا. I know مش محتاج تقولي. شريف؟ سيف؟ في ايه؟ بكلمك كتير ما بتردش عليا، وايه حكايه دقنك دي؟ في ايه مالك؟ مفيش حاجه، كنت محتاج اقعد لوحدي في البيت عشان بشتغل على مشروع التخرج بتاعي، انت عارف عايز اقعد عليه بروان، حتى اللابتوب بتاع. سيف سيف مال بقك؟ في ايه؟ انت بتكذب؟ انت خدت بالك؟ طبعا عينيك فضحتك. ازاي اصلا انا مش باصص لك؟ سيف في ايه مالك احكي لي؟ حاسس اني مخنوق ومتكتف. ايه اللي مكتفك؟ ايه اللي مكتفك؟ انت اللي مكتفني يا شريف. بتخش عليا بتقول لي كلام قديم وانا بتجرجر، وانت عارفني انا على شعرايا. ماشي. ايه اللي انت لابسه ده يا شريف؟ لابس لي هيكون يا شريف وبدله بترولي. معلش خلاص انسى البدله وركز معايا دلوقتي. طيب ايه؟ في ايه اللي وجعك؟ احكي لي، انا صاحبك. مفيش حد في الدنيا يعرف مشاكلك غيري. قول لي ايه اللي وجعك؟ ايه اللي دايس على مشاعرك قوي كده؟ نيلي. كنت متأكد وقلت لك 100 مرة احذر البنت دي، احذر البنت دي. انت هتستعبط؟ انت ما قلتليش حاجة، انت قلتلي مش وراها، البنت دي جامدة. طب ما هي جامدة فعلا، ما تغيرش الموضوع، ايه المشكلة؟ نيلي خانتني يا شريف. شت. خانتني، داست على مشاعري وأحاسيسي عشان توصل لغرضها الدنيء. معلش. وبعدين؟ وبعدين؟ بقول لك خانتني يا شريف، انت عارف البنت دي عملت ايه؟ دخلت على الكمبيوتر بتاعي وطلعت صور ياسمينة وفضحتنا، شيرتها للدنيا كلها. بنت مش طبيعيه يا ابني. انت عارف عملت ايه؟ ايه؟ ما بتردش عليا في التليفون. انا ما يتردش عليا في التليفون يا شريف؟ انا ما يتردش عليا؟ ما تظلمهاش. انت تعرف حاجه؟ انت في ايه؟ والدها. مال والدها؟ انت اعترف، اكيد في حاجه. بمر بظروف صعبة جدا. ايوه اعترف، انت بيمر بايه؟ قول يا شريف قول، ما تواغوشنيش يا اخي. بس بقول لك ايه، ما تيجي نشرب شاي ونبطل عبط بقى في الحته دي، انا مش عارف اتكلم معاك. ما انت يا شريف بقى، انا بقول لك انا بشوف البدله البترولي دي بحس ان انا حسين صدقي. ارجوك يا شريف، ارجوك ارجوك كف عليا، ارحمني يا اخي. ماشي تعالى نتكلم في المطبخ. عايز ايه تشرب ايه؟ اي حاجه بريلي لو فيه. يخرب بيت البريلي اللي انت بتشربه بقى وتقعد بقى حبيبي. اخبارك ايه؟ ولا اسبوع يعني ما ردتش عليك. تعالى يا شريف. هو ايه يا اختي اللي احنا بنتفرج عليه ده؟ بنتي يا نيل حولي هاتلنا الابادار، ده مسلسل تركي حلو قوي انا بحب اتفرج عليه. يلا. شوفي يا اختي البيت. نيلي من فضلك وطي التلفزيون. يا جماعه احنا في مصيبه، عاوز اتكلم معاكم شويه عشان نشوف حل للمصيبه دي. الله، ايه بقول لكم احنا في مصيبه، عاوزين نقعد مع بعض نشوف حل للمصيبه دي. عرفنا ان في مصيبه بس لازم نقعد دلوقتي يعني؟ اه اوكي. الحقيقة أنا آسف اللي هقوله دلوقتي بس أنا مضطر. بصراحة المركب اللي غرقت سببت لي مشاكل كتير قوي، منها إن أنا بقيت مديون بحوالي 100 مليون جنيه ويمكن أكتر. يا لا 100 مليون جنيه؟ ما شاء الله أنتوا أغنياء قوي كده؟ كنا أغنياء قوي كده، إنما دلوقتي اللي حصل حصل، فأنا مضطر أبيع حاجات كتير قوي منها الفيلا اللي إحنا عايشين فيها ديت، وهنضطر نقعد في الدوبلكس بتاعت زايد واسعة وتسامح الحبايب مليون. مستر عبد الله. ايوه. شقة زايد أول حاجة هتتباع. اه. طيب احنا هنضطر نعيش في شقة الزمالك، لطيفة وبتطل على. مستر عبد الله. ايوه. شقة الزمالك بح. اه اوكي. طب احنا هنعيش في شقة المنيرة. برضو كويسة والناس هناك طيبين قوي. مستر عبد الله. شقة المنيرة فنيخت. طب احنا هنعيش تحت كوبري الدقي، قريبين من وسط البلد
وضل برضو هناك عشان بس مستر منير يرتاح. أعيش فين؟ المشكلة مش إنك تعيش فين يا مستر عبد الله، المشكلة إنك بعد ما تبيع كل الأملاك اللي عندك برضو هيفضل عليك فلوس، ولو ما سددتهاش أنا آسف يعني أنا آسف هتتحبس. بعد الشر عليه، تف من بقك يا أستاذ باتريك. لا يا سي عبد الله ما تخافش، إن شاء الله يا أخويا ما فيش حبس ولا حاجة. خد خد كل سيكتي اهي، حتى شبكتي كمان خدها اهي، برضو تفك زنقة. ده العشم برضو يا صباح، خلي شبكتك معاكي. عمو انا كمان عندي دفتر توفير في قرشين كويسين ينفع، وفي برضو سلسلة وحلقين. في ايه ماما؟ ما ينفعش. ايه ده؟ ما ينفعش لو حضرتك يعني حابب تاخدهم يعني. شكرا يا بنت، شايلك العوزة. طيب المؤاخذة يا جماعة، يعني في حد معاه فكة 20؟ عشان ايه؟ اصل انا والله يا عم عبد الله معايا 20 جنيه بس هي والله، فيعني اكيد مش هتاخدها كلها، يعني خد 15 وانا 5، او اقول لك خد 10 وانا 10 عشان اكيد المواصلات برضو واحنا راجعين، فهبقى محتاج فلوس. في اقتراح لطيف برضو. اتفضل. رجع ال 20 جنيه للمحفظة. لا ما يصحش يا عم عبد الله. رجعها. طيب ربنا يكرمك يا رب. مام انا كنت طمعان في مام. مام بليز. راجل بيكلمك. مام ماما توحشنا قوي. ايه ده انتوا كلكم بتبصوا لي كده ليه؟ بابي ماي جولري نو واي. ايه الجولري ده يا سي عبد الله؟ الكلى. اه طب وبعدين يا سي عبدو هتعمل ايه يا اخويا بعد ما الكل تخلى عنك؟ ولا يهمك يا صباح، انا كنت بحضر خطه بديله. انا ههرب. بكره الساعه 10 بالليل هنزل انا ونيلي وشريهان وهاني من الفيلا. ناخد العربيه ونطلع على اسكندريه، بس لازم اكون هناك قبل الساعه 1 بالليل عشان الحق المركب اللي هتطلعني على قبرص. اتفضل. رخص يا ريس. او ماي جود، ايه الزحمه دي؟ ده كمين. كمين؟ طب هنعمل ايه؟ بقول لك لفي وارجعي. احنا مش هينفع نفضل مستنيين في الطابور، هنتاخر على ميعاد المركب. طب بصوا مثلوا انكم عيانين وانا هتصرف. مين دول اللي عيانين هتودينا في داهيه؟ مثلي. ما بتعرفيش تمثلي؟ انا كنت شاطره قوي في التمثيل في المدرسه. هتعملي ايه؟ هتعملي ايه؟ تراست مي. مش هينفع مش هينفع. اسكت. تعملي ايه؟ تعملي ايه؟ بس اسكت. ايه ده ايه ده ايه ده؟ بتعملي ايه يا استاذ؟ لو سمحت افتح اللجنه بسرعه، معايا حاله طارئه. حاله طارئه يعني ايه؟ معايا اتنين متخلفين لازم يروحوا مستشفى المجانين دلوقتي. متخلفين؟ ما تقربش ما تقربش هيعضوك. يعضوني يعني ايه؟ انت معاك بطاقه يالا؟ ايوه معايا بطاقه يا باشا، بس ارد على الولد بس واطلع لك البطاقه على طول. طب انزلوا لي بقى كلكم يلا. لو ما فتحتش اللجنه دلوقتي مش هيحصل لك كويس. يعني ايه مش هيحصل لي كويس؟ تعالى يا ابني نزل الناس دي كلها. لا 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 بقول لك ايه، انت ما تزعقليش وتكلمني بالطريقه دي، انت ما تعرفش انا مين؟ هتكوني مين يعني؟ أنا بقى هعرفك أنا مين وبنت مين. بابي بابي اتفضل قول له مين حضرتك. خير يا حضرة الظابط؟ في حاجة؟ ثم أنت إزاي تفتح عليا كده؟ مش يمكن قلع؟ صباح. ازيك؟ ازيك يا سي عبدو، وحشتيني. ازيك يا عمو؟ ممكن لو سمحتي اسلم على بابايا؟ نهار اسود على الغلاسه. هاي حبيبي، هاو از ات جوينج هير؟ كويس؟ ازيك؟ الحمد لله. اقعد يا حبيبي. اقسمكم 10 دقايق تاخدوا راحتكم. اتفضل. شكرا يا فندم. عامل ايه في الحبس يا اخوي؟ تعبان قوي يا صباح، تعبان.
بابي حاول تستفيد من الاكسبيرينس اللي انت فيها. ممكن تسلي وقتك بالقرايه مثلا، اكيد في مكتبه في السجن، او ممكن تلعب رياضه تنس باسكت عشان تخس شويه. حبيبتي وانا محبوس في الصاله المغطاه؟ مفيش الحاجات دي هنا. ازاي يا بابي؟ انا بشوفهم في الافلام بره بيكون عندهم حوش وفي ملعب والمساجين بتلعب فيه باسكت. بره المساجين بيلعبوا في الحوش، انما هنا بيلعبوا في المساجين في الحوش. طب عمو جرب تعمل حاجة مختلفة، يعني اتعرف على ناس جديدة مثلا. أنا بالفعل اتعرفت على أصدقاء لطاف قوي، الأخ باستيلا، سيد عضة، رهيب زبالة، ناس جميلة جدا، بس هم لو زي ما تقولوا أقامت صداقات مهولين عليها كتير. بقول لك إيه يا سعادته؟ قولي يا حبيبتي. أنت في حد ضايقك؟ سوري معنا ضايقك يا سعادته؟ ضايقك قول ما تتكسفش، ما انا قصي اتحبست قبل كده. And you're proud. لانه لا لا انا راجل راجل يا صباح. حبيبتي انا بحطت ايدك تلاقيش. عمو تحب مثلا الزياره الجايه ندخلك شريطين باركينول؟ بمعنى؟ اللي هي بلابيع يا عمو، الصراصير دي بتطير سنين السجن هوا، انت تضرب الفرده من دول تلاقي العمر بيجري معاك كده. شريان انت عارف حبيبتي انا ما ضربتش كيمياء من امتى؟ من امتى؟ من زمن طويل جدا، ايام الكودافين ما كان ب 15 جنيه. خلاص انا بس الحاسس في نفسي قوي ان اتحبس وافلس في نفس الوقت، ويا ترى هخرج من السجن ده ولا مش هخرج؟ ولو خرجت اعيش ازاي؟ مش لو كان ابوك الله يرحمه بقى ساب لكم القرشين اللي عملهم على قلبه قد كده، مش كان زمانهم دلوقتي فكوا ازمه بدل ثروته اللي مش عارفين مخبيها فين؟ المهم سيبوكم مني انا، انتوا عاملين ايه؟ عايشين ازاي؟ احنا الحمد لله كويسين، ما تشغلش بالك انت يا عم. اتكلمي عن نفسك انت يا حبيبتي. بابي احنا مش كويسين خالص، احنا ضايعين، انا بنهار. هيحجزوا على الفيلا بكره وانا اخدوا عربيتي ومعيش ولا مليم. ممكن بليز تديني 10-15 ألف جنيه اتصرف بيهم بس الثلاث ايام دول؟ انت بتقولي ايه؟ انا معيش 13 جنيه على بعض. انت لو تعرفي انا هربت دي منهم ازاي؟ طب خبي اخويا لحد يشوفها خبي. خلاص يا عمو ما تقلقش، احنا كده كده هناخد نيلي تعيش معانا. اعيش معاكوا فين انت؟ اتجننتي؟ انت الطولي جننت ايه؟ امال هتعيشي فين؟ انا كوين ان. مليون ألف حد في العالم يتمنى إن أنا أكلمه بس مش أعيش معاه. برضو أحسن روح الكويت إن بتاعتك دي وعيشي فيها. لا حبيبتي هي كوين إن، هتعيش فين بقى ده اللي هنعرفه بعدين. بابي ما تشرحش، دول ما بيفهموش، they will never understand، دول في الكنافة. هي بتشتمني يا سعبدو؟ لا يا حبيبتي في الكنافة، إحنا بتعرفها كعيلة بنحب الكنافة أو بنعشق الكنافة. أيوة سيف إزيك؟ الحمد لله، انت ما بترديش عليا ليه؟ بكلمك بقالي كتير، كنت عايز اطمن عليكي. ثانك يو سيف والله، معلش انا كان عندي حوارات كده، هبحكي لك لما اقابلك. ايه ده، هو احنا ممكن نتقابل؟ طبعا ينفع نتقابل. الحلاوه دي بصه طلعت. ينفع نتقابل؟ ما نتقابلش ليه؟ وممكن نتغدى كمان، ولا انت مش عايز تعزمني بقى؟ لا ازاي طبعا. طب شوفي نتقابل على الساعه 2 كده. اصل انا عربيتي بايظه فمش عارفه اتحرك. تحب اعدي عليكي فين؟ اعدي عليكي في البيت؟ لا 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 بلاش، ممكن نتقابل في المهندسين لان انا هيكون عندي ميتنج مع كلاينت عند بابي في الشركه لان بابي مسافر. طيب اوكي هقرب المهندسين وهكلمك. اوكي باي. باي باي. بتعمل ايه يا ابن الصرمه انت؟ وهو خش على جوه خش. لا والله يا بنتي شغلانتك خدتها واحده تانية، وللاسف احنا مش محتاجين دلوقتي اي كاشير. طب مش شرط كاشير، انا ممكن اعمل اي حاجه، اقطع عيش، اعبي سندوتشات، اخرط بصل، اي حاجه. على عيني والله يا شريهان، لكن كل الوظائف اتسكنت. طيب بصي احنا محتاجين حد في الحمامات، تيجي؟ لا يا استاذ عبد العظيم حضرتك فهمتني غلط، انا خريجة اعلام ما امسحش حمامات. ما انت كنت لسه دلوقتي هتخرطي بصل. لا تفرق، ده شغل السياحة وفنادق.
على العموم شكرا. امسكي. لا ماليش نفس. بس بقى شو شفكيها بقى. افك ايه بس؟ ده احنا عمالين نلف من الصبح. ده مفيش شغلانه فاضيه. انا تعبت والله العظيم. مش عارفه اعمل ايه. بيني هاخد الشغلانه بتاعت الشبراوي دي. اتجننتي؟ عايزه تقفي في الحمامات تنضفيها؟ طب قولي اعمل ايه بس يا هاني؟ ما تلاقيش انا اتصرف. اكلم لك جماعه اصحابي شغالين في كنتاكي. هتروحي تمسكي الحمامات هناك. هي الشغلانه بس معلش يا ماما دي برضو شركه مالتي ناشونال وبيعملوا خلطات بالوجبه السريه فانت بقى وشطارتك يعني تعرفي السر بتاع الخلطات دي. ده وقت هزار يا هاني. انا مش عارفه بس انا بيحصل فيا كل ده ليه. الدنيا بتعاملني زي ما اكون ضرتها. لا واحنا لسه ورانا اقساط وفلوس وجمعيه وهم. يعني لو عدى عليا الشهر ده من غير ما اشتغل هتبقى مصيبه. ما خلاص بقى يا بنتي كفايه كآبه. ايه ده؟ بعدين انت مش قلت لي جدكوا شايل لكم فلوس ياما؟ لا قلت لك مخبي فلوسه مش شايلها لنا. طب ما تدوروا عليها. ايه الكسل ده؟ لا الكلام ده فات اوانه خلاص. ده حوار اتردم عليه من زمان. جدي الله يسامحه خبى الفلوس وساب لنا مكانها مجله ميكي. والله اعلم بقى اذا كان خبى الفلوس ولا ضيعها وبيستظرف. اكيد بيستظرف. ايه مجله ميكي دي؟ ما تقلقيش ان شاء الله محلوله. على قولك مفيش حد بيبات من غير عشاء. هات السفندياية دي اكلها اديها بيها اعصابي. هات. مفيش الا فص. فص انت قلتها كلها يا معفن. انا بيتني مش قلت لك خد حته وانت قعدت تقول لها مش عايز. انت معفن يابا. كنت شايل نفسي دلوقتي عايزه. خلاص بتتغندري ليه؟ طب يلا يلا اتنقل لك هات لنا مكان. جاي تجيب واحده. يلا روح هات. اجيب كيلو يعني ولا ايه؟ هات اي حاجه يلا. هاتي فضه. معيش. طب امال اعمل ايه يا فضه؟ ما تفك فك يا ما معيش. معايا 200 جنيه اكيد مش هتلاقي معايا. يلا. ده هتلاقي معايا. انا جعانه والله وتعبانه ولو لما بجوع بزعل اكتر. طب خلاص مش بقول لك ايه؟ اقعدي اتكلمي مع الراجل كده ليه عقبال لما نلف من ورا. ايه ده؟ ايه ده؟ كيف ده هتفضحنا؟ استنى استنى يا حاج. يا حاج الله يكرمك يا حاج ما تجيب سفندياية. طب بقول لك على حاجه بتشغلني معاك. طب تجيب سفندياية وتشغلني معاك. بس يا ماما والله شكلك لطيف. بس يا حاج بس حاج ايه ده؟ انت خليتنا نشحت. ايه ده؟ ايه ده؟ والله متشكرين والله يعني. انا حاسه ان انا بقالي قرن ما جيتش النادي. انت مش فاهم انا مشغوله ازاي؟ بعمل كميه مليون حاجات شنيعه. انا من ساعه ما بابي سافر سويسرا. سويسرا؟ ايوه انا اللي بمانج كل حاجته. المكتب البيت الشغل بس المرض. بس بقى بس ايه؟ بس ما بتعمليش حاجه تانية؟ مش عايزه ادوشك معايا. طبعا بعمل حاجات كتير. هتنقل ايه؟ ها هتنقل ايه؟ What the hell are you doing? ايه القرف اللي انت عامله؟ Nelly, I missed you. It's not me, that's her. Jessie, look how sweet she is. صح؟ طبعا دي نيلي دي اختي وحبيبتي. كان لازم اقف جنبها في زنقتها. بس الظاهر بقى ان مفيش حد بيحبها خالص. يعني احنا لمينا ما يجيبش 100 جنيه لغايه دلوقتي. نيلي صحيح كان بابي عايز يروح يزور باباكي ويجيب له شويه حاجات كده. بقولي لي مواعيد الزياره. جيسي انا عايزه اقولك حاجه واحده بس. نيلي بالاي مش بالاي. نيلي نيلي انا متشكره قوي يا سيف ان انت رديت تيجي معانا المشوار ده. انا عارفه ان انا بتعبك معايا بس ما كانش عندي حد غيرك اكلمه. كان نزومه ايه بس تتعبيه معانا؟ ما كنا خدنا ميكروباص. بليز بليز ما تجيبليش سيرة الشيء ده تاني ever. ده كان أسوأ يوم في حياتي. أنا مش هحكي لك كل اللي حصل. هقول لك موقف واحد بس صغير. كان في ست قاعدة جنبي بتردع ابنها مش من الببرونة. طب وإيه المشكلة؟ ما عنديش مشكلة بالهنا والشفا بس ليه لما الطفل يخلص الرضعة يشقطها كلها عليا؟ أشط اسمها الطفل أشط إنما يشقط دي هناك في عباس العقاد. يا جماعة أنا كده كده ما عنديش أي حاجة. وبعدين يا نيلي أنت تأمري. طب بقول لك ايه يا برنس هو الكاسيت مش شغال ولا ايه؟ شغال. طب ايه بيشغل شرايط ولا اسطوانات؟ لا في اي او اكس خده وشغل اللي انت عايزه. لا لا مالناش في الاجنبي يا ابن عمي. شغل لنا كده حاجه شعبي جميله. اسمعي يا شوشو. اديني رمضان. اه حلو. واديني انا كمان رمضان. عشان
وحشتوني قوي قوي. انتوا عارفين من كتر قعدتي في السجن اكتشفت ان احنا قوتنا في لمتنا. انتوا وحشتوني قوي، انا كنت متاكد انكم مش هتغيبوا عني اكتر من كده، وانكم تيجوا تزوروني على طول. بس احنا عايزينك في موضوع تاني خالص. والله خير؟ احنا عرفنا ازاي هنوصل للثروه بتاعت جده. ثروه الداد ازاي؟ هاو، فاكر المجله اللي سابها جده اللي ماما ميمي ماسكاها طول الوقت؟ ايوه بلا، لقينا فيها مسج من جده بيقول لنا ازاي هنوصل للفلوس. مسج في المجله ازاي؟ هاو، ما هو انا حليت الكلمات المتقاطعه ولقيت فيها رساله بيقول فيها ان الثروه في لغز ميكي. حاولنا بقى نقرا اللغز وما فهمناش حاجه. ايوه هو اللغز بيبقى صعب شويه، بس انتوا فاتتكم حاجه، الحل بيبقى المقلوب دايما. ايوه ما احنا حلينا بالمقلوب وما فهمناش حاجه برضو. طب هو اللغز كان بيقول ايه بالظبط؟ ثانيه واحده اتفضل. ايه ده؟ انتوا جبتوا المجله دي ازاي من ماما ميمي؟ ازاي؟ هاو، ما هي خالتي حطت لها حبيتين اباتريل في الشاي كومها. اه مش ممكن بندو ده، انا متربي على بندو. سيبك من بندو وخليك مع ميكي، عرفت تحل اللغز؟ بس هو المساله صعبه، بس يمكن. يمكن ايه؟ يمكن يقصد بمكتب الدمنهوري ده المرسم بتاعه. ايه علاقه الدمنهوري بمرسم جده؟ المرسم بتاع جده كان في عماره اسمها عماره الدمنهوري نسبه لصاحبها، حتى احنا كنا مسميين المرسم او المكتب يعني مكتب الدمنهوري. طيب يبقى الحل في المرسم ده، نوصل احنا للمرسم ده ازاي؟ المرسم ده في وسط البلد، بس مش هينفع تروحوا من غير بندق، لان بندق هو اللي معاه المفاتيح. مش وقت استظراف خالص يا عمو، انجز. بندق ايه يا بنتي؟ انا ما بهزرش، انا بتكلم جد. نيلي ما تشوفي بابي عشان بيهزر جامد. بابي لخص، مين بندق ده؟ بندق ده يبقى عم بنداري، وده المساعد بتاع جده وكاتب اسراره. الراجل ده هو اللي مربينا، جده ما كانش بياخده خطوه من غيره. بنداري يبقى بندق، وبندق يبقى هو بنداري. طيب احنا نوصل لبنداري ده ازاي بقى؟ بسيطه قوي، انا معايا عنوانه. سبحان الله، يعني الحوار ده طلع بجد؟ شكله كده. يعني جدك كان يقصد حاجه باللغز عشان يلاقي الكنز. بعدين بقى يا سيف نتكلم في الموضوع ده. ميرسي قوي يا جماعه انكم جيتوا معانا. تحبوا بقى تنزلوا هنا ولا تنزلوا فين؟ ننزل ده ايه، احنا جايين معاكي عند عم بندق. جايين معانا ليه؟ عشان انا ليا في الفلوس زي ما انت ليكي فيها بالظبط. انت اكيد مش في وعيك بقى. ليه يا حبيبتي، هو مش جدي زي ما هو جدك؟ ايوه بس هو ساب لنا احنا المجله وساب لنا احنا الفلوس. بقول لك ايه يا بتنتي، الفلوس دي هتتقسم بالحق وشرع الله. هو لو كان عايز يسيب لكم فلوس كان يسيب لكم انتوا كمان مجله. انت شكلك نصابه يا بنتي وعايزه تاكلي حقي. حقك ايه يا متخلفه انت؟ حقي يا حبيبتي بالشرع والقانون. تعالي نطلع على الاسم وعرفك يعني ايه حقي. انت فكاني هفايه ولا ايه؟ ده انا اكلك صح يا كده. لا انت شكلك بقى قلت الادب وعايزه تتضربي. مين اللي قلت الادب يا بنتي؟ لا لا انا ممكن اضربك. انا اللي ممكن اضربك من شعرك. بس مش عارف اسوق، بتوتر وانا سايق. طب ما تجيب اسوق انا شويه. يا اخي ما تلمسنيش، ومحدش يسوق عربيتي غيري. الجو ده خلاص يا جماعه خلاص. انا اصلا دلوقتي بفكر مع نفسي موضوع اللغز والمجله وبندق وبنداري اي كلام فاكس يعني. صدقي فعلا فاكس، ده حوار عبيط اساسا واحنا مش فاضيين للكلام ده. بالظبط. هيا قولوا لي بقى، تحبوا تنزلوا هنا ولا تنزلوا فين؟ هنا فين يا ست الكل؟ هنا منطقة مقطوعة، ولا في اتوبيس ولا ميكروباص ولا توك توك حتى. هننزل هنا وناخد تاكسي عشان نطلع على مشوارنا احنا يا هاني. تاكسي يا بنت انت اتجننتي؟ بعدين مشوار ايه اصلا؟ مشوارنا يا هاني اللي في التحرير. طيب خليكوا، انا كده كده هعدي على التحرير، ابقى انزلكوا هناك بالمرة. احنا مش رايحين التحرير يا سيف، احنا رايحين اكتوبر. اكتوبر ايش معنى؟ مش احنا قلنا هنعدي على شريف وسوء عشان نروح السينما؟ ايه ده، هو شريف رجع من البلد؟ الباشا من شويه قال ان هو رايح التحرير. مفيش مشاكل، روح التحرير ونزلنا مهمشه ناخد اي حاجه من هناك. هشهشت، احنا مش رايحين الاميكن دي. خلاص نزلنا المؤسسه وناخد ميكروباص وامرنا لله. انت ليه بتصعبها؟ امال هننزل هنا فين يعني؟ بقول لك ايه، نزلنا المؤسسه. يا اخي ما تلمسنيش، قلت لك. وبعدين انا ما عنديش مانع انزلك المؤسسه، لكن انزلك مؤسسه ايه؟ مؤسسه مصر الخير، مؤسسه الوفاء والامل، انا مش عارف. مؤسسه يا هاني، ما احنا هنركب تاكسي. قلنا اللي تاكسي هتدفع انت. هدفع يا معفن. يلا سلام عليكم. يلا استني، اديني المجلة. الله، انت مش قلتي مش فارقة معاكي المجلة؟ المجلة بتاعت ماما ميمي اصلا. طيب ما احنا هنخلص على طول وهنيجي. مش انتوا لسه هتخشوا السينما؟ مش داخلين السينما؟ ايوه داخلين السينما. طب خلاص، يبقى سلام عليكم والنبي على جنب بقى يا عريس. شكرا. يلا سلام عليكم. كنا رحنا معاهم السينما. اسكن بقى، انا عمال اخمزك وانت مش فاهم حاجه.
هدايا انت مش رايحه التحرير؟ هصاحبك بعدين يلا اركب. يعني هو المرسم بتاع جدك ده هنلاقي فيه كنز؟ ما تبقاش اوفر يا سيف، كنز ايه دي؟ فلوس عادي. خلاص اول ما الراجل يطلع نمسكه ونكتفه ونقوم ضاربينه واخدين الفلوس. لا هناخد منه المفاتيح ونروح المرسم. اسكت بقى، اصل انا جاي عندي طاقه كده ومتحمس ان انا اكتف حد. طب خلينا نعرف ده البيت ولا لو سمحت. ده بيت عم سنجاري. سنجاري ايه؟ ده بيت عم رده مقفول واحنا جايين قدوره. لو سمحت ده بيت بنداري. عم بنداري ساكن في اول دور تحت. اه ريحته قلب الدنيا يا عم سنجاري. هاي انكل بندق. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا بنتي. حضرتك مش هتعرفني، انا نيلي عبد الله مكاوي. اهلا نيلي، مش معقوله انت كبرت قوي يا حبيبتي. اتفضلوا اتفضلوا يا اولاد. ولا يعني شكلنا جينا في وقت مش مناسب. اصل طالما الراجل شعره بقى رزي ولبس الروب ده يعرف ان جوه في شقه لباظات. ولا ليه؟ اتفضلوا تعال تعالوا اتفضلوا يلا. ايه ده؟ هيخلينا نتفرج؟ شرفتونا. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. ازيك يا انكل عم بندق؟ لا ارجوكي ما تعليش صوتك عشان هنا انا عايش لوحدي. مش قلت لك الراجل ده بتاع شقلباظات؟ والله والله انا كان نفسي ان انا اجي ازورك خصوصا بعد اللي حصل لبابا ده، عشان كنت اطمن عليكي وعلى ماما ميمي وعلى شريان. بص بقى يا انكل عم بندق، انا مش عايزه اي بني ادم يعرف ان انا جيت لحضرتك هنا، بالذات اللي اسمها شريهان دي. خلاص يا بنتي خلاص خلاص، اعتبر سردك ده في بير. طب ده جدك الله يرحمه كان بيعتبرني انا بير اسراره، صندوق الاسود اللي بيتحط فيه كل الاسرار بتاعته. الحمد لله بعد ما مات ما فيش سر منهم، لا طلع قبل ما يموت ولا بعد ما يموت. كويس قوي. طب يعني لو مؤاخذة يعني ايه اللي فكركم بيا كده كلكم مره واحده؟ كلنا مين؟ هو انا اقصد يعني انت وخطيبي ده صح؟ هو مش ده خطيبك؟ خطيبها طبعا. لا ده مش خطيبي خالص، ده واحد صاحبي عادي. بتقول كده عشان حسد. لو سمحت يا انكل عم بندق، انا كنت عايزه اطلب منك طلب. كنت عايزاك توديني المرسم بتاع جدو اللي في وسط البلد، نفتحه اخد منه حاجه بس ونقفله تاني ونكفي على الخبر خبور. بجور whatever. خلاص خلاص، خبور وبور مبور، ايه اللي انت عاوزينه؟ وقت ما انت تكوني عاوزه تعملي كده قولي لي بس وانا اجهز نفسي وافتح لك المرسم. عايزه كده دلوقتي حالا. دلوقتي ما دلوقتي ما ينفعش. مش هينفع ليه يا خلبوس؟ عم بندق حبيبي. يا عم بندق عم بندق، هو الحمام شريهان نيلي؟ عرفتي بقى ما ينفعش ليه؟ دي اخر حاجه كنت اتخيلها. شريهان وعم بندق. احنا مش هنحبس بالشاي بقى ولا ايه؟ ايه ده؟ عايز تحبس كمان بالشاي انت هنا؟ انا دلوقتي بس عرفت اسمك يعني الدبدوب. ولا لمي نفسك، انا لازم امشي من المكان القذر دوت. هو ازاي حضرتك ما تقوليش ان السحلابه دي موجوده هنا؟ لا 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 لا، ما انت لازم تفهمي كويس قوي ان السحلابه دي قالت لي برضو ان انا ما اقولكيش ان هي هنا. السحلبة دي حبيبتي هي اللي تستحلب وتيجي تاخد الفلوس من ورانا. لا يا حبيبتي، السحلبة دي اللي موجودة من بدري عشان تاخد الفلوس من ورايا انا. احتمي نفسك يا بنت انتي. سحلوبي، رد عليها. لمي نفسك يا بنت انتي. الله 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 الله، في ايه يا جماعة؟ ازاي تكلمها كده يا دبدوب؟ لمي نفسك يا دبدوب. طب عن اذنك كده؟ يا سحلبة يا سحلبة يا سحلبة. الله 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 الله. طب اقول لك على حاجة، السحلبة دي تبقى امي. عم بندق عم بندق، حرام عليكي والله، الراجل هيموت، انت السبب. وانا مالي؟ هو انا اللي كنت بضحته بالزهريه؟ ما تقوليليش كده في وشي، قولي فيز، قولي فازة حتى، انما ما تقوليش انا كده في وشي زهريه. برضك انت اللي بطحتيه بالفيز. انا كنت عايزه اخبطك انت، بس انت اللي مشيتي. ما كنتش عارفه اصلا، كده كده ما كنتش عارفه اخبطك بالقوقعه اللي على دماغك دي. قوقعه دبوني. بس بقى انت وهي خلونا نشوف الراجل ده ايه اللي حصل له. عم بندق عم بندق، الراجل بيصوصو يا جماعه. طب صوصو له في ودنه يمكن ينطق. شيو 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 شيو. انت ايه اللي جابك هنا؟ جاي معايا يا حبيبتي عشان ناخد فلوس جدي اللي هي حقي ونصيبي.
برضه هتقولي فلوس جدي؟ بصي يا حبيبتي عشان نجيب من الاخر كده، انا ليا في الفلوس دي زيك بالظبط، برضاكي او غصب عنك، والمجلة معايا، عايزة تكملي معايا في الحوار اهلا وسهلا، مش عايزة انت حرة. هي كده يعني. اوكي. بسم الله الحمد لله بيفوق اهو يا جماعة. بس كلب وراح كلب وراح. خير الله خير الله. جبت العيش اللي لازم حاطته في التلاجة عشان تشيل. جبنا العيش وحطيناه في التلاجة. الحمد لله. انت مين؟ انا العيش الملدي. وانا التلاجة. لا لو سمحتي يا عم بندق مش وقت فقدان ذاكرة خالص، عايزين نروح نشوف الفلوس. انت مين؟ انا نيلي عبد الله مكاوي. نيلي نيلي والله كبرتي يا نيلي. ايه يا عم بندق في ايه؟ مش ممكن مش ممكن مش ممكن. كل حاجة زي ما هي، أنا ما جيتش هنا بقالي 15 سنة، لكن كل حاجة زي ما هي، المحلات، المحلات اللي بره والمعنوين بتاعت النور، حتى حتى الخشب ده، كله كله، يا ربي، مفيش حاجة بتتغير أبداً، كل حاجة كده، والعناوين والأبوة دي، وكله كله كله، يا على الدنيا، يا إيه ده؟ حتى عم عبده من 15 سنة دي قعدته كوباية الشاي والبتاع يمكن بس غير الجلابية، لكن ازيك يا عم عبده؟ ازيك يا عم عبده؟ اخبارك ايه؟ مش فاكرني يا راجل. الذاكرة بقى انت عارفين 15 سنة يا سلام. فاكر يا عم عبده الذكريات الحلوة لما كنت بتجيب لي طبق الفول ابو طحينة وزيت الحر؟ ها؟ فاكر يا ساعتها كان اخر طبق يا لما حسكتكش عليه. ازيك يا عم عبده؟ وحشني قوي 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 قوي. بس على فكره يعني انا مش عم عبده. هي دي مش عمارة الدمنهوري؟ لا دي مش عمارة الدمنهوري، عمارة الدمنهوري هناك، هي اللي هناك دي. طيب هات ال طب وانت ليه مقعدك هنا يا عم عبده؟ برضه هتقول لي يا عم عبده؟ انا ما اسميش عم عبده. اهدى بس، انت بتنكر نفسك ليه يا عم عبده؟ برضه هيقول لي عم عبده. ما تعصبنيش واتضايقت. خلاص خلاص خلاص، يلا بينا يا عم بندق. يلا يلا يلا. سوري يا عم عبده. برضه عم عبده. بس في ايه؟ في ايه؟ انت كذاب كذب. انا؟ لا عم عبده. تعالوا خشوا ما تخافوش. انا مش شايفه حاجه، هو النور مقطوع ولا ايه؟ ثانية واحدة هشد السكينة كله هيولع. اوكي. عنكبوت. المكان الغريب ده ناسك خيوطه ومش موجود. سيف ممكن تيجي جنبي هنا؟ ممكن يهاجمنا في أي لحظة. بس بقى ما تربوش اللي بيسترخوش. ايه ده؟ ما تمسكش ما تمسكش تراب. هو جدك كان بيطبع منشورات؟ ايه ده؟ ايه البتاع ده؟ ميكي ماوس. مين ميكي ماوس ده؟ هو جده غبي. يا الناس دي مقتولة طبعا بجد؟ بس بقى ما تخافوش. ما تخافوش، أنا حبيت أهزر معاكم باخدكم. وده هزار ده؟ أصل أنا هايف. تعالوا تعالوا خشوا 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 جوه تعالوا. ده رخم وهايف، راجل كبير وهايف. تعالوا تعالوا ما تخافوش، انا هولع السكينه. السكينه؟ انا خايف منك انت. ولا هاني البتاع ده غريب قوي. ده ميكي. مين ميكي بقى اللي انتوا بتقولوا عليه؟ واو مش قادر اصدق ان انا في المكان اللي اترسم فيه اعداد ميكي جيب ولغز ميكي.
انا مش قادره اصدق كميه التراب اللي انا واقفه فيها. هو احنا جايين نسكن هنا؟ احنا جايين ندور على الفلوس. شوشو شوشو تعملي ايه؟ هقعد. استني يا ماما، المكان كله تراب. قرف ده يا حرف. تعمل ايه؟ تعمل ايه انت؟ اقعدي يا شوشو اقعدي. طب احنا جينا المفروض ندور على ايه بقى؟ ما احنا زينا زيك اهو، مش فاهمين حاجه بس ادينا بنفكر. بس اللغز بيقول ان الخزنه بتاعت الدمنهوري اتسرقت. تفتكروا في خزنه بقى هنا؟ انا ما اعتقدش ان يكون في خزنه هنا. لو في خزنه تبقى في اوضه مكتب. اه ولو موجوده هتبقى اتسرقت. طب ما تيجوا نشوف الاوضه دي يا جماعه، ممكن تكون اوضه المكتب. تعال. بقول لك يا سيف، ايه؟ خش دور على الخزنه هنا وانا هدور هنا. متربه قوي. مفيش حاجة هنا. مفيش حاجة هنا برضو. ما تحاولش. مفيش. ايه يا ايه؟ اعمل لكم كوباية شاي عشان تستحملوا بيها التراب ده؟ شكرا يا عم بندق، مش عايزين شاي، لانك لو عملت لنا شاي هتخرج تاني وتيجي تخدنا تاني، فشكرا مش عايزين حاجة، خليك واقف هنا. خلاص انا اسف جدا. عم بندق يا لذيذ انت، في خزنة في المكان اللي احنا فيه ده؟ أكيد لا. أكيد لا، ولا تعمل زي عم عبدو البواب. لا 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 لا، أكيد لا. أصلي أنا بصراحة اللي فارش المكان ده حتة حتة مع جده، ولو كان جده جاب خزنة كان قال لي. أصل هو ما بيخبيش عليا حاجة أبدا خالص، جده بيحبني. أنت بتحب المكان ده؟ جدا جدا. طب ما تنضفه. بيجي لي حساسية. وبعد كده أقول لكم ولا حاجة، بصراحة أنا ليا ذكريات جميلة جدا جدا. تعرفي اللوحة دي؟ مالها؟ أنا اللي معلقها. جبت مسمار 10 سنتي صلب حطيته، رحت ماسك الدبش وقدي كده، رحت عامل كده اهو. جاي تنزل طبعا، قام جه على صباعك ما جاش في المسمار. لا جه في المسمار وعلقت اللوحة. أمال أنت قاعد تعمل لي كده ليه؟ فكرتك هتقول كده. بحب السسبنس يا ولاد، أصل أنا هايف. استنوا يا جماعة، اللوحة دي هي اللي موجودة في المجلة. وبعدين هنعمل ايه يعني باللوحة؟ ممكن تبقى الخزنة وراها. ايه يا حبيبتي الافلام اللي انت عايشة فيها دي؟ وبعدين انت مش سامعة دلوقتي عم بندق بيقولك هو اللي معلقها بنفسه، حتى جاب التوبة والمسمار 10 سنتي سولت وراح عامله كده، وعمل التوبة جامد كده تش ما خبطتش في صباعه، راح لا حطها عادي ايه ده؟ الخزنة دي ليها رقم سري؟ أكيد طبعاً. وسعي كده. تاريخ ميلاد جده كام؟ 30/10/84. تعرف منين أنت؟ إيه اللي أعرف منين؟ أي عيل صغير عارف تاريخ ميلاد جده، ده هداف الأهلي وأفريقيا يا بنتي. أنا مش بتكلم على جده ده، أنا بتكلم على جدنا إحنا. 22/10/1932. معلش 19 2 قبل 3 ولا 3 قبل 2؟ معروفة ان الثلاثة اكبر من الاثنين. انتوا في العربي بتقولوا 32، فبالعقل كده الاثنين الاول، في الانجليش اتس 32، فخلاص انا هتصرف. ما بتفتحش. طب جربي كده تاريخ ميلادي. تاريخ ميلادك انت هيفتح الخزنة ليه؟ عادي يعني، ما هو بيفتح الايميل بتاعي. الباسورد بتاع الاي تي ام بتاع جده كام؟ يعني ايه الاي تي ام دي؟ الاي تي ام اللي هو الرقم القومي. يا ابني رقم قومي ايه؟ هو كان لحق الرقم القومي. الاي تي ام دي البطاقه القديمه، عشان كده اسمها الاي تي ام، اللي هي دلوقتي بيسموها الاي تي، مش لما تيجي تخش مكان يقول لك لو سمحت هات الاي تي بتاعك. صح هو ده. انتوا متخلفين؟ ايه اللي بتقولوه ده؟ ده تخلف؟ هو المكان ده بيخلينا نفكر بشكل متخلف؟ نفكر بشكل علمي شويه. احنا ممكن نشوف رقم العدد بتاع المجله اللي معاكي ده. يعني ايه رقم العدد؟ فين ده؟ رقم العدد اللي موجود على المجله من بره. اوكي. ساي انا بس بعد اذنكم ممكن بعد اذنكم تفضل. ايه ده؟
فين؟ فلوس ايه متخلفة؟ ما احنا فاتحين الخزنة قدامك اهو فيها زفت مجلة. ايوه طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه يعني؟ هنقفل المرسم ونروح، ما احنا لقينا مجلة تانية. يعني اللي ما ممكن تكون المجلة دي لغز جديد يودينا للفلوس. لغز جديد ازاي يعني بقى؟ مش فاهمة. زي الافلام الاجنبي بالظبط. عارف البطل الاجنبي في الفيلم لما بيشيل الكنز بتاعه في مكان، ما تقولش كنز، الفلوس، الذهب، whatever whatever، يعني البطل بتاعنا ماشي لما بيشيل الفلوس بتاعته في مكان بيسيب دليل. احنا نمشي ورا الدليل، الدليل ياخدنا لدليل، ياخدنا لدليل، ياخدنا لدليل لحد ما نعرف طريق الفلوس. اه زي فيلم الكنز القومي. ايه ده؟ الكنز القومي ناشونال تريشر. طب بتقول ايه؟ بتاع نيكولاس كينز. لا نيكولاس كيدز. لا 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 لا، انا مش قادر استحمل الناس دي في حياتي. مش قادر تستحملي ليه يا حبيبتي؟ العيال دي شكلها بتفهم وشكلهم كده ماشيين صح. بص احنا نجيب اللغز اللي في العدد ده ونحله هنعرف طريق الفلوس. طب وعلى ايه؟ ما نحل الكلمات المتقاطعه، يمكن جده سايب لنا فيها رساله زي اللغز اللي فات. صح والله انت عايشه في افلام قوي. طب هاتي هاتي المجله والقلم. هاتي ليه انت تحلي؟ انا هحل. هتحلي ليه؟ وشتي لسه عماله تقولي افلام. هاتي يلا. احنا شركه زي بعض، انا ممكن احل قطعه وانت تحلي قطعه. بقول لك ايه يا بنت انت، انا مش ناقصه تفاهه وهيافه. هاتي المجله بدل ما اخليك انت قطعه. لا انت هبله بقى، انت بتتكلمي ازاي كده؟ انا مش عشان سكت لك عند عم بندق في البيت فاكراني اسكت لك على طول. ولو ما سكتيش هتعملي لي ايه يعني يا حبيبتي؟ هاتي حبيبتي المجله بدل ما اديك على وشك. لا 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 انت كمان هتزعلي. ايه ده؟ انت كمان هتزعلي. ايه انت كمان مش كده. مش كده. مش كده. مش كده. انتوا مين بقى يا مؤاخذه؟ الله بندق. ازيك يا بندق؟ انت فين يا مؤاخذه؟ بالك بدر ازيك؟ اهلا العم دهب. اهلا اهلا العم دهب حبيبي. ازيك يا بندق؟ وحشني. انت عامل ايه؟ الحمد لله. سنين ما شفتكش من يوم من كا الله يرحمه مؤاخذه ما مات. اه عارف الظروف بقى والدنيا وكده. هو حضرتك كنت تعرف جدو؟ عز المعرفه، ده كان حبيبي. اكيد انتوا بقى احفاد متكاوي صح؟ واضح ان حضرتك ذكي ولماح. يبقى انت بقى اكيد شريهان بنت عبد الحليم. واضح ان حضرتك ما عندكش تمييز خالص. انا نيلي، واللي لابسه بطاطس هناك دي هي شريهان. بطاطس في عينك. انا شريهان يا بيه. شريهان ونيلي، ابقى انا بقى عم فؤاد. حلو. جدكم ده اصلا الله يرحمه كان صاحب الروح بالروح. انا اعرفه من ايام ثوره 52. حضرت معاه تأميم الكنال، حضرت معاه والعدوان الثلاثي، وحضرت معاه افتتاح ويمبي. لا حلو. يلا بنات عشان احنا ها ما انت عارفين كل حاجه. طب ليه مش هنحل كلمات المتقاطعه؟ طيب متقاطعه ايش؟ مش وقت متقاطعه دلوقتي. يلا بنات احنا كده هنتاخر. هنتاخر على ايه؟ هو احنا في حاجه في حياتنا غير ان احنا نحل اللغز؟ لغز؟ لغز ايه يا مغز؟ اللغز، اللغز. الحياه كلها الغاز والذهب. وانت عارف البنت دي اصلها شقيه حبتين، بتحب انها تحل الالغاز بتاعه جدها. ما شاء الله. يا ولد لو عشان احنا العربيه مستنيانا تحت. ها نخلص خلص. يلا يلا يلا. طيب يا بنات ابو خلينا نشوفكم بقى. انا مكتبه مؤاخذه هنا في فوق المرسم على طول. لو عشتوا حاجه تعالوا لي. ها طب الخزنه السريه احنا سايبينها مفتوحه. نمشي. سلام يا بود. مع السلامه عمده. خلينا نشوف. هتوحشني. معاك المفتاح. اقفل انت بقى وسلام عليكم. الف سلام. الله يسلمك. بس تصدق عم دهب ده شكله راجل طيب ووشه سمح كده وابن حلال. لا وده مخيف جدا، موتني من الضحك لما قال ويمبي دي ما قدرتش. اه بس انا ويمبي دي ما ضحكتنيش، بس هو تحس ان هو من نوع الناس اللي يتنرفزوا بسرعه ويهدوا بسرعه دول. ايوه وتحس كمان ان هو كريم واللي في جيبه مش ليه. اه واللي في قلبه على لسانه. صح. معلش انتوا بتتكلموا عن عم دهب ده؟ اه كل ده لحقتوا تعرفوه في الدقيقه اللي وقفناها مع الراجل؟ عادي يعني، اصل انا ليا نظره في البني ادم. نظره ايه وزفت ايه اللي بتتكلمي عنها دي؟
عمك دهب، عمك دهب الراجل طيب، راجل مش عمك دهب ده لو انت سلمت عليه تعدي صوابعك وراها. ده كان شريك جدك وحبيب جدك الروح بالروح، سرق فلوسه كلها. حب جدك بقى يديله مغرز، قام قال له هات حبه فلوس كده اهو اشغلهم معايا كده في مشروع. قام قال له خد جدك الفلوس، وكل ما ده بيجي يقول له ما نقعد نتحاسب يقول له ها الشهر اللي جاي الشهر اللي بعديه، لحد ما جدك مات وراحت فلوس دهب وراحت فلوس جدك كلها. لا انا دلوقتي مش فاهمه، يعني جده اخد من الراجل ده فلوس؟ ايوه. يعني جده كان حرامي؟ لا يا بنتي، جدك كان شريف، الحرامي صحيح هو دهب خد منه فلوسه، جدك الحبة اللي خدهم بس جزء من اللي سرقهم هو عم دهب. أنا حبيت أقول لكم بس إن دهب ده خبيث ومكار. خبيث ومكار على نفسه، إحنا مالنا واحنا هنشوفه تاني؟ بفطمكم عشان لما تصطوا فيه تعرفوه على حقيقته. أنا هضطر أستأذن بقى، إذا عوزتوا مني أي حاجة اتصلوا بيا وأنا أجي دغري على طول. تستأذن إيه؟ أنا شاكك أصلاً إن أنت تعرف تروح بيتكم أصلاً. لا 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 لا، أنا بركب أي حاجة أوصل البيت. بتركب أي حاجة؟ ده ساكن فين ده؟ أدخل. ضحي وصل يا ريس. خليه يدخل. مساك فل يا مالك. مساك فل يا ضاحي. مؤاخذة. في حاجة تاني؟ لا بس انا اليومين دول ماشي خفيف خفيف عشان في الجهاد. طب خلي بالك عشان يكون في حاجه ولا تقعد عليها. لا لا مفيش حاجه بالطبع. خير يا مالك. انا عايزك يا ضاحي. شقاوه؟ انت تعرف حاجه غير الشقاوه؟ وحتى لو اعرف حاجه غير الشقاوه ما كنتش عملتها. طب اسمعني بقى كويس. عيني. الوقت نيلي وشريهان ظهروا في المرسم النهارده مع بنداري. والله العظيم نيلي وشريهان. أيوة. وهيعملوا الفوازير السنه دي ولا ايه اللي صار؟ فوازير ايه؟ نيلي وشريهان مين؟ نيلي وشريهان احفاد مكاوي. مكاوي مين؟ ما انت لو تخلص وتسمع الكلام هتفهم الحكايه. اوامرك يا مالك. مكاوي ده كان صاحبي وشريكي وفي الاخر غدر بيا وسرقني. هو في حد يقدر يسرقك يا مالك؟ مش ده موضوعنا. امال موضوعنا ايه؟ موضوعنا ان مكاوي ده كان عنده فلوس كتير قوي. وطبعا فلوسي في وصليهم. ولما مات الفلوس اختفت، محدش عارف راحت فين. وكل واحد له قرشين بدا يدور بطريقته، وظهور نيلي وشريهان احفاده دول معناها انهم لقوا سكه على الفلوس دي. فهمتك، يعني انت عايزني اخلص على نيلي وشريهان قبل ما يوصلهم للفلوس. الله يخرب بيت غباوتك، ولما تخلص عليهم انا هستفيد ايه؟ صحيح، انا عايزك تحط عينك عليهم، تراقبهم ال 24 ساعه، تعرف هم ساكنين فين، بيروحوا فين، وبيجوا منين، وبياكلوا ايه ويشربوا ايه، وكل معلومة تعرفها تيجي تبلغها لي. خلاص استبينا، بس الأول هتفق على عرقي. سامعك، قول. عملية زي دي ما خدش فيها أقل من 100,000 آيف. لم لعب الأطفال بتاعتك دي وقوم روح يلا. خلاص 80,000 آيف. والله ما لقيت أهيف منك. آخر كلام 50,000 آيف. 50 ليه؟ وأنا مأجر جيمس بوند. لا، مأجر ضاحي، وسعادتك عارف مين هو ضاحي. ما أنا عشان عارف مين هو ضاحي مفيش اكتر من 5000 جنيه، قلت ايه؟ وانا مش هخسر ال 5000 جنيه دول معاك يا مالك، ده انا خطفت لك ابن شريكك ب 4000 جنيه، وسرقت لك ورق الارض بتاع الصحراوي ب 3000 جنيه، وشلت لك عربيه البطاطا اللي تحت المكتب عشان تعرف تركن، وخدت في الاخر كوزين دوره. هما خمسه، قلت ايه؟ خمسه خمسه، مش هكسر كلمتك يا مالك، بس اللي انت قالت عليك تجيب لي فواتير بيها وانا حاسبك. استبينا. استعجز انا بقى. ايه راح فين؟ هروح اراقب نيلي وشريهان. طب مؤاخذة يعني، تعرف شكلهم؟ لا. تعرف هم ساكنين فين؟ لا. تعرف هتوصل لهم ازاي؟ لا. لا اتدقك يا اخي كله لا لا، امال رايح تعمل ايه؟ صحيح، فاتتني دي. وعشان فاتتك دي هم ثلاث بواقي مفيش غيرهم. بس خلاص هنا. يلا انزلوا انتوا بقى عشان كنت عايزه اتكلم مع سيف في حاجه. ماشي. يلا شوش. يلا. خلاص يا صاحبي، على اتفاقنا، تسيب لي مفتاح العربيه وتيجي تاخدها بعد يومين ان شاء الله. انا ما بديش عربيتي لحد انا اصلا. ايه ده ايه ده؟
ايه يا عم احنا مش صحاب ولا ايه؟ هو صاحب ليه عند صاحبه ايه؟ يا عم صاحبك ايه ما اعرفش عنده ايه؟ انا اول مره اشوفك النهارده. هو انت ما بتؤمنش بالصحابيه من اول نظره؟ انت عايز مني ايه؟ انا عايزك في الخير كمان. ده انت ليه الادب قوي على فكره؟ خدت بالك بقى بيقول ايه؟ خلاص خلاص يا هاني، احنا مش شاكرين قوي والله يا اخ سيف على التوصيله الجميله دي، يعني احنا ما كناش عارفين هنركب مواصلات ايه. ده الاخوات ما بيعملوش مع بعض كده يا جدع. ربنا يا رب يكرمك ويديك الصحه يا رب ويعلي مراتبك قادر يا كريم يا رب. مراتبك ايه؟ مراتبك يعني بقولك مراتبك يعني ان شاء الله يعني يقبلك العربيه دي جيب العربيه. انا متشكر قوي. شكرا. خلاص خلصتوا التسول؟ يلا اتفضلوا عشان قلت لكم عايزه اتكلم معاه في حاجه وهاجي لكم. طب ما تتاخريش. اوكي يلا شوشو. نيلي كنت عايزاني في ايه؟ يلا اطلع بسرعه. ايه ده فنطلع في حته ضلمه؟ اطلع بسرعه هفهمك بعدين. يلا اطلع بسرعه. يلا حاضر. انا مش عارفه هي سايبانا الست دي نعمل بيها ايه بقى؟ وجي بتاكل زينا ولا بتتسقي زي الزرع؟ انا مش فاهمه. اقطع دراعي ما كانتش البت دي خدت المجله وخلعت بيها وراحت تدور على الفلوس وهتحلق لكم كلكم. تحلق لنا ازاي بس؟ لا طبعا، تلاقيها راحت تجيب حاجه وجايه، اكيد يعني مش هتهرب وبتسيب الست دي هنا. تجيب ايه؟ انت اصلك هبله يا بنتي. زمانها دلوقتي عرفت مكان الفلوس وقاعده بتعد فيها هي والمحروس اللي معاها بتاع الكيه ده. هاي شيريهن حبيبتي، عامله ايه؟ وحشتيني قوي. بصي انا جبت لك معايا ايه. الله الشبح الكبير، شفت بقى ظلمتها، كانت بتجيب لي الشبح. سبحان الله، لسه بقول لهم اكيد استاذه نيلي اتاخرت عشان بتجيب الشبح. ياض انت مش لسه قايل يمكن تبقى خلعت بالمجال؟ ايه يا بنتي اللي ايه ده ايه ده؟ طب تصدقي انت يا ست كل ان انا اقول حاجه زي كده؟ اصدق عادي جدا. ايه ده ما كانش العشم خالص. طب تعالي شوفي ستك اللي ما كلتش حاجة من الصبح دي. عملت لها سندوتش ما كلتش، عملت لها شربة ما شربتش، حطيت لها فول ما فولتش، جبت لها دورة ولب خشابي ما أزأزتش. وقعدناها على المقاشة ما طارتش. ممكن تكون كانت مش جعانة، بس هي بتاكل أي حاجة عادي. طيب أقوم أحضر العشاء زمانها قاعد. اعملي لي سوشي. إيه؟ آه عارفاه، مش ده العدسة أبو جبة؟ إيه؟ ده أنا فيه كده. وأنا خالتي، اعملي لي بقى بفتيك وشعريه بالسكر. وأنت إيه؟ حد قال لك إن أنا يا روح أمك فاتحاها سبيل؟ ما تقوم يا واد تهز كتفك وتغور من هنا، الوقت اتأخر، مش شايفنا نسوان لوحدينا؟ ده احنا نخاف على سمعتنا. هاو حلوة حلوة سمعتنا دي. انت هتتريق؟ طب قوم. في ايه؟ قوم يا رحمة. طب هاكل لقمة وانزل. قوم ياد وريني عرض التفك. يلا. طب سندوتش في السريع. سندوتش في حتة. شفت؟ هربت بنتك وقتي. عشان لما اقول لك كلمة تبقى اسمعيها. أنا من الأول قلت لك البت دي مش تمام وشكلها تاخد الفلوس وتخلع بيها. مش أنت اللي قلت لي قبل كده دي بنت ناس ومستحيل تعمل كده؟ ده إمتى ده؟ أنت هتستعبط يلا. طب يلا عشان العربية مستنيانا. والله ما كان له اي لازمه ان احنا ناخد عربيه مخصوص، هو احنا لاقيين الفلوس؟ يا بنتي ده سواق لقطه، اصلا قفشته كان بيتخانق مع ناس فسلكته من الخناقه وقلت له على المشوار وريحني في الساعه. طيب ماشي. صباح الفل يا اسطى. صباح الفل يا باشا. يلا بينا. يلا بينا على فين؟ ايه ده؟ ما انا قايل لك بورسعيد. لا مؤاخذه يا باشا، معلش انا اسف نسيت. توكلنا على الله. تحب تاكل دلوقتي؟ شكرا. ساندوتشز حلوه قوي. مش عايز. في ايه يا سيف؟ انت متضايق من حاجه؟ طبعا متضايق. يعني ايه ننزل من غير شريهان؟ على فكره هي لها في الكنز زي ملكي بالظبط. ماشي؟ لان هو جدها زي ما هو جدك، ولا انت عايزه تاكلي حقها؟ ممكن مالكش دعوه بالموضوع ده؟ اوكي. الراجل نسي يحط لي شوجر. ايه على السخافة. عندك تيشوز عشان بنطلوني باظ؟ انت بتعملي ايه في العربية بتاعتي؟ قاعدة تفعكشي فيها وتنكشي فيها، العشوائية دي بتوترني بتوترني. سوري. مفيش حاجة، تسمعي مزيكا؟ اوكي. سيف. نعم.
أنا مش عارفة أشكرك إزاي على الحاجات الحلوة اللي أنت بتعملها معايا. أنا مبسوطة قوي إن أنا عرفتك بجد. فعلا أنت من الناس الجنتل اللي أنا مبسوطة إنهم في حياتي. أنا اللي مبسوط إن أنا عرفتك، وبعدين أنا ما عملتش حاجة. ده أنت يعني تأمري اطلبي. ممكن بليز نغير الميوزك القرف اللي احنا بنسمعها دي؟ مش عاجباكي؟ خلاص ممكن شغلك موتسارت ولا بيتهوفن. بيتهوفن ايه يا حبيبي؟ انت خارج مع جدتك. حبيبي جدتك مش هنشغل حاجة اهو. عندك اوكزيلوري؟ خدي ايه واكس اهي مش زرقة. باين باين انتو ضرور. Wait a minute, let me take you back. You need a bed, bed to blow your mind. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. Break me. This is the ice cold Michelle. Fight for that white coat. How from me? حامي نفسك شوية. قاعدة تتفطحتي تتفطحتي وتزحفي في ايه؟ مش عارف اسوق منك موتراني. انا بتوتر مش هعرف اسوق. اعمل بيك حادثة اخش بيكي في عمود. سوري. مفيش حاجة. تاكلي كيكة؟ اوكي. انا جايب اتنين، واحدة ليكي وواحدة ليه. انا مش بحب دي عشان مش حلوة. مش حلوة ليه؟ بيبوز كريم كده وانا بحب البالشوكلت. طب ما هي بتبوز شوكلت. خلاص خلاص. يعني المخزن اللي جوه المينا ده هنخش هنلاقي جوه الفلوس؟ ممكن، وممكن نلاقي عدد تاني ولغز جديد. لغز جديد؟ طب افرض ان شاء الله ما عرفناش نحل اللغز الجديد، يبقى كده خلاص الفلوس راحت علينا؟ بعدين يا هاني، بعدين نتكلم في الموضوع ده. خلاص. لا ايه حكايه اللغز ده يا باشا؟ ايه ده ايه ده؟ انت مالك انت يا اسطى؟ بنتكلم في مواضيع شخصيه. باشا انت حامي علينا ليه كده يعني؟ المسافه طويله دي بنكسرها. الله، خد عفره يا باشا، خد عفره. تسلم ايدك. موضوع اللغز ده. طب بتخوفني ليه؟ مفيش يا سيدي، جد المدام عقبال امالتك سايب لها فلوس زي الرز. فلوس زي الرز؟ بس لازم تحل اللغز. بس لازم تحل اللغز. بحبك يا زتموني مهما الناس لموني. والله عددك يا باشا مش ماشي في ده. كامل يا باشا. وبعدين واللي وبعدين؟ ما تخليك في حالك يا اسطى، قلت لك دي مواضيع شخصيه. مواضيع شخصيه يا باشا؟ احنا يعني بنكسر مسافه الطريق. الله، دينا بندردش يعني. خد طري على قلبك يا باشا، خد. اتفضل يا باشا. سوري لا مؤاخذة. تسلم ايدك، تسلم ايدك. يا اسطى الطريق فاضي. انا افتكرته مليان. انا اسف يا باشا والله. السواق ده مجنون. راجل حلوف قوي. كامل يا باشا. وبعدين؟ مفيش يا سيدي. اصلا انت عارف مجلات ميكي جيب اللي هي بتاعت العيال الصغيره دي؟ هو حد ما يعرفش ميكي جيب بتاعت العيال الصغيره دي؟ اهو جد المدام بقى هو اللي كان بيكتب المجلات دي. والله العظيم. والله جد المدام هو اللي كان بيكتب المجلات ديت. والله وانا بشاف من بدري. والله العظيم يا اهلا وسهلا يا الف اهلا. انا حظي من السما والله ان انتوا جبتوا معايا. الله يكرمك، الله يكرمك. نمرهم بقى وعمل ايه؟ ساب لهم بدل الفلوس مجله. ساب لهم بدل الفلوس مجله. جرأة يا هاني، هو السواق ده معرفه ولا حاجه؟ عارفة منين؟ أنا أول مرة أشوف. ما شايفاك العشا مواكلك وعمال تغي وتلت معاه ليه ده؟ ما تفهميش، سبحان الله قلبي كده اتفتح له أكني أعرفه من زمان. وبعدين أنت قلقانة من إيه؟ هنشوفه فين ده تاني أصلا؟ وأنا يا باشا والله قلبي اتفتح لك كده لله في لله. كمل يا باشا. بعد ما ساب لهم المجلة حصل إيه؟ عمو بتقلقني كده ليه؟ ما أنا كنت بحكي لك عادي. وبعدين قلت لك دي مواضيع زفت شخصية، خليك في حالك يا باشا. يعني أدينا بنكسر المسافة. الله والله أنت بتنرفز شكلك عشان جعان. طب خد خد يا باشا افطر، انت شكلك ما اكلتش لحم. لحم بطنك. تسلم ايدك. بس لا ما يطحش عندي، اكيد فطارك برضه. لا لا مفيش مشكله، بجيب انا من اول زران. ها موضوع المجله ده ايه؟ انا اقول لك. تقريبا هي دي البوابه.
انزل بسرعه شويه. ايه في ايه؟ هموت وادخل التواليت. انت مش لسه داخله الحمام من 3 دقايق وانا واخد معايا بنت اختي سندباد؟ سيف ما تعليش صوتك عليا، انت ازاي بقيت تتعصب عليا كتير قوي كده؟ انا اسف بس معلش اصل ما اعرفش تقريبا في حاجه في شخصيتي بتخليني اتعصب فجاه وما اعرفش ليه. ما تزعليش مني دي تركيبه. نيفر مايند. السلام عليكم. هاي. وعليكم السلام. رايحين فين يا استاذ انت وهي؟ رايحين فين يعني ايه؟ داخلين. داخلين فين يا وكلا من غير بواب؟ داخلين جوه المينا. ما انا عارف ان انتوا داخلين جوه المينا، يعني داخلين مول، داخلين تعملوا ايه؟ داخلين التواليت. هتهزري؟ انا مش بهزر. بص انا عندي مخزن جوه بتاع بابي، وغير كده انا عايزه ادخل التواليت. بابي مين؟ بابي عبد الله. عبد الله مين؟ ما في 100 عبد الله جوه. عبد الله مكاوي، صاحب مكاوي جروب. ممكن تسيبني ادخل؟ ما ينفعش تدخله. اولا لازم يبقى معاكوا تصريح، ثانيا المخزن ده محجوز عليه، يعني مش هينفع تدخله اصلا. على فكره لو ما دخلتناش الموضوع مش هيعدي على خير خالص. بتهدديني؟ طب اتفضلوا بقى. يعني مش همك. ما يهمنيش حاجه طول ما انا بنفذ القانون. طب لو سمحت، من فضلك لو سمحت، ممكن ادخل التواليت؟ لا. طب تصدق بقى ان انا هدخل التواليت؟ وريني هتمنعني ازاي. ما ينفعش يا استاذه، ما تخليش استخدم معاك العنف. يعني انت ازاي تمسكها كده؟ ده لو هديكوا في 60 داهيه. تودي مين يقعد في 60 داهيه؟ انا اسف، انا عندي تركيبه شخصيه كده معينه، بضعف جدا وما بعرفش وبنفعل في اوقات المفروض. قولي له. ايوه فعلا هو عنده مشكله في شخصيته، بيطلع وينزل كده. معلش طارق، سيبك منه. بس انا عارفه ان انت بتشوف شغلك. خلاص احنا مش عايزين ندخل المخزن، بس من فضلك انسانيا خليني ادخل التواليت. مش هينفع. انا مش هينفع. مش هينفع ازاي؟ لو سمحت دخلني التواليت. يا فنانه عارف لو بس. انا اسف مش لسه كنت بقول لك انا بنفعل. ايوه فعلا هو بينفع. لو سمحت دي حاجه بس لربنا. لو سمحت خليني ادخل. قلت مش هينفع. استنى يا باشا، دول ارهابيين، اوعى تخليهم يخشوا. شفت صورهم في التلفزيون. مظبوط يا باشا، ده دكتور سعيد حساسين كان لسه مستضيفهم وقال ان هم هيفجروا المينا بالارهاب البديل. اكيد مش هيصدقوكي، انت غبيه قوي، لان مفيش ارهابيه بنت وكمان بلوند ولابس. حضرتك يعني ده ستايل ارهابي؟ يعني ايه ارهابي ده؟ اروح افجر مساطر وكشاكيل؟ ده حاجه غريبه جدا. ما تهزرش يا هاني، يعني انت كنت بتمشي في المنطقه وانت صغير من غير بنطلون؟ امال استنى يا عم سيف لما حد يشد لي البنطلون. لا ناصح معلش ثانيه واحده، عشان مش اول مره يحصل لي الحركه دي. حضرتك مش سايبه كلينكس جوه ليه؟ ايه ده؟ جايز اخيرا دخلت التواليت، بس الحمام غريب قوي، ما فيهوش ولا صابون ولا حتى هاند لوشن. بقول لك ايه، معاكي انتي بكتيريا؟ انت هبله يا بنتي، وانا همشي البكتيريا ليه هنا في شنطتي؟ انا ما قلتش بكتيريا. ايه ده؟ لمع باشا، لمع. لا لا بسكوتش، معلش المره الجايه. يعني انا مش هنستنفع منك باي مصلحه. معلش المره الجايه. طب شكي شكي مرزوقه، تعالي جنبي. شكي شكي مرزوقه، تعالي جنبي. بقول لك ايه، خش على الباشا بيحب الفلكلور ده. هو اتلمع يا باشا، خد لما علي النضاره دي مبصمه. عايزها نفس اللون ولا غير لك لون؟ المهم اشوف بغض النظر. خلاص هعمل لك العدسات واعمل لك الجزمه هديه. بجد؟ اه والله. ماشي انا موافق. المهم يا جماعه دلوقتي هنعمل ايه؟ هنخش المينا بقى ازاي؟ بقول لكم ايه، انتوا مفيش اي حد فيكم يعرف اي حد في المينا هنا او ظابط؟ لا ما نعرفش. تعرف انت؟ انا بص، انا ليا 2 صحابي ظباط، واحد ظابط في المتحف الزراعي والتاني في المباحث. ما حلو المباحث ده. لا ما هو المباحث ده شغال في مباحث الكهرباء، انا ما اعتقدش حد اعرفه هينفع يدخلنا. طب يعني ايه، هنروح يعني ولا ايه؟ احنا يا اما نروح يا اما نكلم عبد العزيز. اقسم بالله كنت متوقعه منك. اتجننت يا بت ولا ايه؟ عبد العزيز مين ده اللي انت عايزه تكلميه؟ ثانيه واحده بس، مين عبد العزيز ده؟ ايوه صح، مين عبد العزيز ده؟ قريب ابن خال امي، امين شرطه هنا في بورسعيد، بس كان عينه مني. عينه منك يعني ايه؟ يعني كان عايز يتجوزني، بس انا نفضت له عشان خاطري دبدوبي دوبي. طب ايه المشكله دلوقتي انك تكلميه؟ ايوه صح، ايه المشكله انك تكلميه؟ المشكله انه عيل لازق كده وملزق. معلش يا شريهان، لو هينفعنا اعصري على نفسك ليمونه وكلميه. هو ايه اللي لو هينفعنا؟ بتقولي ايه؟ وانت مشكلتك مع ان هو لازق وملزق بس؟ انت ايه مشكلتك؟ ايوه صح، انت ايه مشكلتك؟ شات اب، انت مين؟ لا مؤاخذه، هيا هاني ايه مشكلتك؟ برضه هتقولي ايه مشكلتك؟ يا ست كل بتقولي كان عايز يتجوزها، يعني عينه فيها اصور يعني ولا ايه؟ ايوه ما هو شربهاش وسابها لك انت شربتين. بس يا عم انت خليك في حالك، خليك مكاني يا عم سيف. ايه؟ دلوقتي الراجل ده كان عايز يتجوزها، يصح كده؟ لا طبعا ما يصحش. تسلم يا نخوه. سيف. يصح. ايه ده يا ابو الرجال؟ وانا ينفع امتنع عن الاجابه طيب؟ هاني مش هي دلوقتي خطبتك واختارتك انت في الاخر؟ انت مش واثق في نفسك ولا ايه؟ لا الحمد لله عندي ثقه وكرامه وكل الحاجات الحلوه دي،
بس انا لو سبتها تكلم الواد المقاحلي اللي كان بيلغيها من زمان دهوت ابقى انا لا مؤاخذه عيل مقاحلي. الكلمه دي عيب؟ لا خالص. طيب بغض النظر عن الكلمه اللي انا مش فاهماها دي، شريهان هتكلم عبد العزيز عشان احنا نلاقي الفلوس مش اكتر. فلوس؟ فلوس ايه؟ بيعمل ايه في حياتي ده؟ بيعمل ايه؟ بيلمع ركبي. ما خلاص يا عم هتلمع في خادي. لا مؤاخذة اصل افتكرتها بوت. بوت؟ ما انت كده انت جاي تعزف على رجلي. معلش يا استاذة نيلي خليها فرصة تانية ان شاء الله. وعلى رأي المثل قطمه أحسن من نحله. نحله ايه؟ انت ليه بتقول كلام غريب قوي كده يا هاني؟ أنا ما قلتش نحله أصلا. من الآخر كده يا جماعة شوفوا لكم حل تاني. شوشو مش هتكلم عبد العزيز. هاني فاكر لما قبل كده قعدنا مع بعض وقلت لي ان عندك احلام كتير قوي مش هتحققها غير لو معاك فلوس؟ دلوقتي لو شريهان كلمت عبد العزيز احنا هيبقى معانا الفلوس دي؟ افكرك قلت لي انك هتتجوز شريهان وهتجيب شقه في حدائق الاهرام عند الخوفو وهتجيب عربيه وهتعمل البوم زي اصحابك الاهلاويه الدخلويه. ايوه الدخلويه. وبعدين هيكون عندك توك توك مرسوم عليه محمد رمضان من ورا ومكتوب عليه الثقه في اللمشه نتقلب، وهيكون عندك ميكروباصات كتير بتودي من التحرير للطواجن من الطواجن للتحرير. طواجن ايه؟ طوابق. Whatever. هي هاني قلت ايه؟ وافق بقى. وافق بقى. وافق وافق والنبي. والحلو والنبي. تبسم للنبي. للنبي تبسم. خلاص يا جماعة اللي انتوا عايزينه اعملوه. هكلمه يا دبدوبي. كلميه بس انت اصلا معاكي نمرته؟ ما متسيفه عندي. متسيفه بقمرت ايه ان شاء الله؟ ما هي دي الشريحه القديمه اصلها. الو. ايوه يا زوزو. اي عبد عزيز ازيك؟ الحمد لله. وانت كمان. وانت كمان ايه؟ قال لك ايه؟ قال لك ايه؟ وانت كمان وحشني قوي عادي زي ما كل قرايبي يعني بيوحشوني مش فارق لي قوي. بقول لك ايه؟ انا في بورسعيد وعايزه اقابلك. لا مش هينفع بالليل. هو انتوا متعودين تتقابلوا بالليل؟ لا لازم نقابلك دلوقتي. انت فين؟ طب ده انا جنبك قوي 10 دقايق وابقى عندك. يلا مع السلامه. يلا يا دبدوبي يلا. مالك ملهوفه كده ليه؟ يلا عشان نلحقه بس. ثانيه واحده احنا هنروح كلنا. انا بعد كده كل خطوه هتبقى رجلي على كتفك. اسمها رجلي على رجلك او ايدي على كتفك انما دي مش راكبه. Whatever. افهمي لو دخلنا عليه كلنا كده هيقلق، فنروح احنا الاول نفهم سكته ايه وبعدين ما تقلقيش انا ماليش في الحركات دي. ها يلا يا بابي يلا يلا عشان نلحق نجيب له هديه كمان. انت هتزيد بقى ولا ايه؟ يلا استنونا هنا هنرجع لكم تاني. بقى حاسب لنا سيف عقبال لما نيجي. بس انا حاسب لك وايه الجديد؟ علمت عليكي بس يا سفروت. بس هي بصراحة علمت عليكي. انت لسه هنا بتعمل ايه؟ امشي يلا. لا مؤاخذة اصل بلمع اوكر. امشي. يا عم امشي بقى. اوف. لما انت بتبيع جوافة. ايه ده؟ سيف بقولك ايه؟ ممكن تطلب لي حاجة اكلها؟ هتاكلي تاني؟ ايوه البحر بيجوع في ايه؟ البحر بيجوع. ايوه واحنا بنعوم. اطلب لي حاجة بقى بليز. اجيب لك ايه؟ اجيب لك سرومباء ولا بكلاويز؟ ده ديزرت؟ لا ده ديزرت البحر ده غير ديزرت الشيطان. بس شكرا يا عم احنا داخلين هنا. ده طبعا فين يا ابني عماد باشا؟ وانا اعمل كل حاجه بنفسي يا حبيبي. الشمس كلت وشي. أنا بعمل تنس، حد يستعجلهن؟ أبو عزيز اقبضوا عليها. لا إيه ده؟ دي بنت خالتي عديها. أوعى يا عم. شكرا. عاملة إيه؟ إزيك يا أبو عزيز؟ منورة اتفضلي. شكرا. منورة يا باشا. كرسيين يا ابني. إيه يا بت؟ ما وحشكيش الزز ولا إيه؟ نسيت أعرفك، هاني خطيبي. هاني إيه؟ خطيبي. مفاجأة صح؟ معاك بطاقة يالا؟ ايه مالك متوتر ليه؟ يا عبد عزيز بطل هزار، يموت في الهزار من وهو صغير والله. خلي بالك من هزاري. ماشي. رجع يا ابني كرسي. ليه مكسور ولا ايه؟ لا ظريف ولذيذ. ازيك يا بنت خالتي؟ الحمد لله. كده ما تسأليش على الزوز ولا حتى تسألي على خالتك. معلش بقى. ناسية؟ ناسية لما كنا نلعب في بير السلم. تلعبوا ايه في بير السلم؟ باتيناج يا هاني، باتيناج أطفال. آه بس اتفرج عليها بعد الباتيناج، كانت تقعد ترقص لنا الوش الفجر. ترقص لمنها يا غندوره؟ كنت عيلة عندها 7 سنين وبشنب كده يا هاني. اتفرج عليها وهي بتتحزم بالشنب وبترقص شيك شاك شو.
كنت بتعملي كده فعلا؟ طفله يا هاني، طفله عيله بنت. ولا طفله مالك يا دافش ليه؟ انت مبرشم ولا ايه؟ طلع اللي في جيوبك. لا بقول لك ايه، انا مش هتفتش غير في الاسم. برشام ايه بس يا عبد عزيز؟ ده هاني ده راجل محترم ومبطل بقاله 4 شهور. لا هرجع له بقى. طب كني يلا امورينا يا بنت خالتي. معلش بقى يا عبد عزيز، كنا عايزينك في مصلحه كده. يا سلام، ده انت الغاليه تأمريني، ده انت جاي من سفر. ثانيه واحده تاخر يلا. اتفضل احمد باشا. اتفضل يا باشا. لا مؤاخذه قلبها مضيافه بس دول قرايبي، دي قريبتي والواد ده ما اعرفوش. هات يا ابني قهوه. مظبوط. ايه يا باشا؟ قهوه. مظبوط قهوه. مظبوط للباشا يا ابني. ايه يا عبد عزيز اللي بيحصل عندك؟ مفيش يا باشا، انا لمحت جسم غريب وبحكم خبرتي وحنكتي في الداخليه انا شاكك ان هو قنبله. فين هو الجسم الغريب ده؟ هات يا ابني الكيس الاسمر اللي تحتك. انت ما بتعرفش توطي ولا ايه؟ لا يا خفيف، هات يلا. بص يا باشا، هو يبدو للانسان العادي ان هو قنبله، بس انا شاكك ان ده يكون منبه. اشتبه ايه يا ابني؟ دي قنبله. جبت القنبله منين يالا؟ يلا اجري، هنموت هنموت. اجري يالا اجري. ليه يعني الماسكه دي؟ جر يالا. ما عرفنا انك ظابط. خلاص خلاص نيلي نيلي، خد يلا. ده بقى عبد عزيز قريبي، وده مستر سيف مدير الشركه اللي انا بشتغل فيها، ودي نيلي السكرتيره بتاعتي. يا دين النبي، بقى دي السكرتيره بتاعتك انت؟ شفت الزمن يا استاذ عبد العزيز؟ انبيليفبل. ايه فعلا، يطلع من الزفار جمبري. عيب يا عبد عزيز، انا واقفه. لا مؤاخذه يا بنت خالتي. طب ما تقعدوا يا جماعه، اتفضلوا ونخش في الموضوع على طول عشان ما نعطلش عبد العزيز باشا. اجري يلا هات لي قهوه. لا على فكرة في اهواجي يا باشا، ممكن تطلب منه اللي انت عايزه. ايه دي المعلومة الجوهرية دي؟ ما انا عارف في اهواجي، عايزك انت تجيب لي قهوة. ليه يعني؟ بكرهك يا اخي. ماشي، قهوتك ايه يا باشا؟ مانو. لا انا ماليش دعوة، انت بتدلعها بتقول لها يا مانو ولا يا ناني، انت قهوتك ايه؟ لا ده انت لذيذ كمان، انت تجري تجيب لي القهوة المانو وميه سقعانة. ميه ايه؟ سقعانة. انت بتضحك عليا. ميه سقعانة. بورسعيد نورت يا ست الكل. ثانك يو، ميرسي قوي. أموريني. الأمر لله يا عبد عزيز، زي ما أنا قلت لك كده بالظبط، عايزينك تدخلنا المينا، ولا أنت هتكسفني بقى قدام مديري والسكرتيرة بتاعتي؟ لا لا هو أنا أقدر، بس هو الموضوع يعني صعب اليومين دول عشان المينا شدة شوية، وأنا لو دخلتكم على مسؤوليتي هتأذي، يرضيكي؟ أنت بتكلمني ليه؟ هي اللي بتكلمك على فكرة. إيه ده، هي اللي بتتكلم؟ أصل أنا فاكر يعني الصوت سابق الصورة. ده احنا جايين لك من اخر الدنيا، هتكسر بخاطرنا ولا ايه يا عبد عزيز؟ وانا اقدر اكسر بخاطرك يا حته كنافه؟ ده غريب جدا، انت ليه بتبص لي انا؟ هي اللي بتكلمك، هتدخلنا المينا ولا ايه؟ هو الموضوع عايز شويه ترتيب بس ما تقلقيش. طيب لا احل قهوه هنا قدام عبد العزيز باشا. القهوه دي مانو ولا؟ ما القهواجي هم تساله هو. يا دي انت ليه مصمم تقول معلومات مهمه؟ ما انا عارف انه القهواجي، فاكره صاحب المكان. غور ياد من هنا. اجري هات لي علبه بوكس. مش هجيب. هات لي علبه بوكس ولا تركب البوكس. خلاص بقى يا عبد عزيز، سيبك منه وانا هبقى اجيب لك البوكس. ماشي بس ما تقعدش. ليه يعني؟ ما بحبكش يا اخي، خليك واقف كده. معلش يا هاني، اللي يعمل ظهره قنطره يستحمل الدوس. ما قلتليش يا باشا، انتوا عايزين ايه بقى من جوه؟ عشان انا ليا حبايبي وممكن يجيبوهولك. جوه فين بالظبط؟ من جوه المينا. جوه. ده سؤال ذكي جدا. ميرسي. والله احنا كنا عايزين من جوه، كنا عايزين نوصل لكونتينر. ايه كونتينر ده؟ حضرتك شغال في المينا ومش عارف يعني ايه كونتينر؟ ما بحبش اختلط بحد. بس حضرتك كنا عايزين نخش الكونتينر ده نجيب. هنجيب ايه؟ ورق. هنجيب ورق من الكونتينر. عايزين ورق مهم لازم احنا اللي نجيبه بنفسنا من جوه. بص يا ست الكل. لا 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 كده بقى كتير قوي. لا انا بلفت انتباهك بس، هو الموضوع يعني معقد حبتين، بس انا هظبط اموري وهبقى لغيكي. ممكن رقم تليفونك عشان الغيكي؟ دو سمثينج. لا هتشتم بالام ادوس على قلبي عادي. ركز معايا انا يا عبد عزيز، وموضوع التليفونات ده ما بيننا. انا كنت متاكده ان انت هترجعنا من بورسعيد مجبورين. وانا اقدر اكسفك يا بنت خالتي. طب بالاذن انا بقى، لا اله الا الله محمد رسول الله. عايزك في كلمه يا بنت خالتي. ماشي. رايح فين يالا؟ جاي معاك. خليك هنا. ليه ان شاء الله؟ يا اخي مالكش قبول عندي، ما بحبكش. وسع. عبد العزيز بيه. ايوه. انا شفتك فين قبل كده؟ انت تعرف النقيب علي ربيع؟ لا انا اعرف المقدم محمد انور. لا يبقى ما تقابلناش. صلوا على النبي يا جماعه، قولوا
شفته. عندها حق على فكرة، هو اللزج وملزق قوي، مع ان الناس اللي هنا مش كده خالص. ليه؟ ما هو لذيذ هو جدا. هما بيقولوا ايه كل ده؟ اكيد بيقول لها ما تسيبك من البقف اللي اسمه هاني ده واتجوزيني. تحلوش يا عم الحلو. او عارف ممكن يكون بيقول لها ايه؟ سيب النعجة يا خروف. زي ايه يا عم كان بيقول لك ايه؟ قال لي انه موافق انه يدخلنا المينا بكره بس بشرط. شرط ايه؟ يتجوز نيلي. ايه؟ انتوا بتقنعوني بايه؟ انا نو واي قابل اللي اسمه عبد العزيز ده تاني في حياتي اصلا. انتوا ما شفتوش نظراته اللي هي كانت عامله ازاي؟ انا كنت حاسه ان انا زي منى شلبي في فيلم هي فوضى. وانا كمان. ايوه كنت حاسس اني هلا فاخر. ايه ده؟ بصوا انا ما شفتش الفيلم بس يعني كله يقول عشان خاطر الفلوس. انت شارب بانجو اكيد. هو البانجو بيشرب كده؟ البانجو بيشرب كده يا ماما. وات ايفر، شوفوا بقى هتعملوا ايه عشان انا هرجع القاهره دلوقتي. يعني ايه ترجعي القاهره؟ عبد العزيز مش هيدخلنا المينا الا بيكي. يا جماعه انتوا بتتكلموا في ايه؟ ده مجنون. ازاي عايز يتجوزها واول مره يشوفها؟ طب يسال عليها؟ افرضي طلعت شمال او اخلاقها مش كويسه، ده ابوها سوابق. سيف انت عبيط يا ستي. افرضي، قلت افرضي، انا مش عايزك تضعفي يا نيلي. معلش يا ستي استحملي شويه، مش انت اللي قعدتي تقولي لي معلش يا شيريهان استحملي عشان خاطر الفلوس، وانت يا هاني كل احلامك التوك توك والخوف والتواجن، وجيت على نفسي ورحت له وفي الاخر طلع عينه منك انت يا عروسه. كلمه تانيه وهديكي بالقلم على فكره، انا مش بتكلم كده يا ستي. هو انت هتتجوزي بجد؟ احنا بنقول لك يعني سايسيه كده اهوت واستحملي غلاسته لحد لما يودينا المينا ونرجع مصر وكان شيئا لم يكن. ما شفتيش فيلم اربعه في المهمه الرسميه؟ نيلي انا مش عايزك تضعفي. سيف ما تقفرش كده. انا مش بقفر، انا متضايق عشان الحرنكش البورسعيدي كله اخضر، تالت حرنكوشه خضرة تطلع لي، الاصفر هيطلع امتى؟ في الموسم بتاعه يا حبيبي. يا نيلي يا نيلي هنرجع بالفلوس وتطلعي ابوكي بالسجن وترجعي بيتك وترتاحي مننا ونرتاح منك، وعلى قولك لو هينفعنا يبقى سوريا لنفسك لمونه. اوكي هستحمله. ضعفتي ليه؟ ضعفتي ليه يا نيلي ليه؟ عشان لازم اعمل كده. ليه يا رب؟ خد يلا تعالى، خد شاكل اللي مالوش طعم زيك. الو الو. ايوه يا عبا عزيز. ازيك يا شوشه بنت خالتي؟ ايوه يا عبا عزيز باشا، انا جبت لك العلبه البوكس والميه الزعلانه. الميه السقعانه. خليك في حالك ياد يا رخم. ها قولي لي يا شوشو، في اخبار حلوه؟ عيب عليك ياد، ان شاء الله هتنول المراد قريب. والله انا قلت ما يجيبها غير شوشو بنت خالتي. هو انا عملت حاجه؟ ده انا يا دوب جيت بس افتح معاها الموضوع لقيت عينيها وسعت ووشها نور وزي ما تكون كده. ايه لو كنت استنيت عليها شويه كانت قالت لي والنبي والنبي يا شوشو جوزيني الواد الحلو الاسمراني ده اللي اسمه عبد العزيز. معذوره برضو وانا ما اترفتش. اقول لك انا من اول لحظه خدت بالي ان في عينيها القبول. اقفل اقفل في وش السك. المهم يا عبد العزيز هنتقابل بكره زي ما اتفقنا عشان نخلص الموضوع بتاعنا ولا ايه يا قمر؟ لا بكره ايه، الموضوع فيه يجي اربع خمس ايام. اربع خمس ايام ليه؟ انا اقول لك انا اصلا دلوقتي جيت المينا عشان اشوف الكونتينرات اللي انتوا بتقولوا عليها، طلع محجوز عليها، وهو برضه اربع خمس ايام حلوين تكون امي جت من الجونه عشان تعين العروسه عشان الواحد يخدم بقلب، وهو خدمه المعرفه تفرق عن خدمه الاهل. اه قول كده. اعمل ايه؟ طلع زباله طلع زباله. ايوه يا زيزو انا نيلي. مش محتاجة تعرفي نفسك. يا سلام يا سلام يا نيلي، انت اصلا صوتك ما يتنسيش. وحشتني قوي. لحقت وحشك كده بسرعة؟ ده انا يعني هما ساعتين، ده انت ما وحشتنيش. ما هي ساعتين دي مش حاجة قليلة يا زيزو. ياه يا لهوي عليها. ايه يا زيزو موضوع الاربع خمس ايام دول؟ انت مش عارف ان احنا مستعجلين؟ انا عارف والله يا نونة، بس انت يعني عارفة يا نونة. ايه نونة دي؟ لا يعني بقول لك نونة بدلعك، مش انت نيلي يتقال لك نونة، نونتي بنتي الصغيرة. جغ جغ يا نونة. ايه ده؟
ايه الصوت ده؟ بابوسك. بابوسك ايه؟ ده انا حسيت ان الروج طرف عينيا. انا زعلانه منك يا زيزو. معقوله اول طلب اطلبه منك ما تعرفش تعمله؟ لا والله، بس هو الموضوع يعني معقد شويه، انا استخدمت كل سلطاتي. هو صعب عليك بقى. طيب يا جماعه، كل واحد على قد امكانياته. زيزو مش هيقدر يخدمنا لانه هو يعني لسه على قده. خلاص احنا نشوف حد تاني اهم. لا 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 لا، استني عندك واظبطي الكلام. انت ما تعرفيش مين هو عبد العزيز. عبد العزيز لما يقول هيخلص حواري يخلصه. طب ايه رايك بقى انت بكره بالليل عند بوابه المينا؟ ولو ما دخلتوش هجيب المينا لحد عندكو. ثانك يو. ثانك يو على ايه؟ انت في ديك الساعه لما اخدم نونتي بطتي يعني مزتي. شوفوا هتبيتوني فين النهارده؟ ايه المكان ده؟ انا نو واي ابات هنا. بقولك ايه يا بت، انت انا اتخنقت من العوجه اللي انت معوجاها لنا دي. على قد لحافك مد رجليك. لحاف ايه في الحر ده؟ انا دخت. دختي من ايه يا كتكوته؟ الراجل اللي هناك ده عمل صوت غريب كده بزوره وبعدين راح تافه في الارض. امال عايزاه يعمل ايه؟ يكتم البلغم يعني لغايه ما يموت فيها؟ احمدي ربنا انه ما جاش لغايه هنا وتافه في شنطتك. كان يموت احسن بدل ما يقرفني. معلش يا حبيبتي، اعصري على نفسك ليمونه ليله وتعدي. وبعدين ايه الشنط دي كلها؟ ده هو يوم صد رد. على فكره الحاجات اللي في الشنط دي تكفيني يوم. لبسي، جزمي، بيجاماتي، الاكسسوارز بتاعتي، الميك اب، واوبشنز زياده. افرضي مثلا النهارده عايزه البس دريس، سكيرت، بانتس، انا حره. اتفضلوا يا هوانم، الويلكم درينك. شكرا. الاوتيل المعفن ده فيه ويلكم درينك؟ امال يا ست البنات، ده انتوا شرفتوا بورسعيد. كوبايتين صوبيا ساقعين يستاهلوا بقكم. شكرا، انا مش عايزه. الف هنا وشفا. الا الهوانم مشرفينا قد ايه؟ لا احنا يوم بس وماشيين. ويا ترى راجعين القاهره ولا رايحين في مكان تاني؟ انت مالك اصلا؟ انت بتحقق معانا؟ لا انا ما اقصدش، انا اقصد بس يعني وانتوا ماشيين ابقى اجيب لكم الباي باي درينك. شفتي ظلمتي راجل بقى هيجيب لنا الباي باي درينك. انا ليه حاسه ان انا شفتك فين قبل كده؟ لا يخلق مش شبه اربعين. انا همشي بقى عشان استاذ هاني جاي. شكرا قوي. صحينا بقى الفطار لو سمحت. مش بيعملوا جمبري على الفطار بقى؟ ايه تحفه. الجمبري البورسعيدي. خد يا شوشو، ده مفتاح اوضتك انت والاستاذه نيلي. مش كفايه ان انا رديت ابات معاكوا في الاوتيل ده، كمان هتبيتوني معاها في اوضه واحده؟ ما انت كنت بايته في بيتنا ما قلناش حاجه، اشمعنى دلوقتي يعني؟ لا مؤاخذه يا ست الكل، اصل مفيش حل تاني، احنا الفلوس اللي معانا يا دوبك جابت اوضتين. سيف ادفع له. انا اصلا دافع الاوضتين. طب ما تدفع اوضه كمان، يعني ايه المشكله؟ نيلي انا مش معايا فلوس، انا يعني ما كنتش عامل حسابي، وبعدين ده انا خدت اوضه ليا بثلاث سراير، يعني هنطلع نلاقي واحد نايم فوق. انتوا بتلووا صباعي يعني. اسمه دراعي. بالظبط كده، بنلوي دراعك. اوكي. شيلوا لي الشنط. اتفضل امسك الصوبيا، خلي بالك مدلوقه. زميلي. يا صوبيا مززة. ده الصوبيا البورسعيدي دي بقى. احلى صوبيا دي. ايه ده؟ هو ده فريق الباسكت البورسعيدي؟ هم بتوع الاتحاد. طب لابس طاقية ليه؟ ما هو ده بقى كابتن الفريق. ربنا معاكم يا كباتن. عشا كباتن. منور يا معلم سيف. ده نورك يا هاني. هاني واحنا قاعدين في فندق ولا قاعدين في القصر العيني؟ ليه اشمعنى؟ اشمعنى ايه؟ وبعدين بص حاطين له اباجوره، ده يحط له قسطره جنبه. مالكش دعوه بيه، مالكش دعوه بيه. انت تعرفه؟ لا معرفوش. هاني. نعم. ممكن تيجي انت مكانه وتنام هو مكانك؟ ايه العشم ده، هو خالي عشان اقوم واجي انا مكانه. بدل. تعالى بدل مكاني. يعني انت متخلف. انا اجي مكانك مش انا اجي مكانك؟ ما هي بقى نايمه هو في النص. انت ايه مشكلتك؟ انا مشكلتي ان هو باصص لي اتجاه وشه في اتجاهي انا، يعني باصص لي انا. يعني انا نايم بالليل لو قمت فجاه لقيته باصص لي رعب قوي يا هاني. ما تقلقش، هو اكيد هيتقلب وهيبقى باصص لي انا. انت تعرفه؟
اعرفه منين يعني؟ ما انت عرفت منين هو هيتقلب. طبيعي يا ابني، واحد بينام بيتقلب. هو في ايه هيحصل؟ في ايه؟ وانا بقول لك هيتحول، بقول لك هيتقلب. هيتحول؟ هو ناقص يتحول؟ هيتحول تاني. بقول لك ما تقلقش ما تقلقش، هو الدكتور هيجي الصبح وهيقلبه هو. بقول لك يا سيف. ايه؟ انت مش هتقوم تقلع ولا ايه؟ ايه؟ مش هتقوم تقلع؟ انت ازاي تقولي كده اصلا؟ انت ايه يا عم اتخضيت ليه؟ احنا ولاد زي بعض على فكره. ما تقولش جمله ولاد زي بعض، ما تقولش احنا ولاد زي بعض، عشان الجمله دي هي ما تقولهاش. البدايه بتبقى بالجمله دي. بدايه ايه؟ مش قايل طبعا، مش هقول لك. هتنام بهدومك؟ اه انام بهدومي. هتتكرمش؟ ما تتكرمش ما تتكرمش يا اخي. هو انت هتتكسف تمشي معايا وهدومي مكرمشه؟ طب عشان خاطري قوم اقلع. يوه ما تخليك في حالك يا عم. عشان بتزعق. انت اللي زعقت، انت اللي نرفزتني. طبطي انت. بص بيعمل ازاي يا ربي. كان كويس انت اللي قعدت تزعق على فكره. على فكره انت مكسوف تقلع عشان ما عندكش شعر في صدرك. لا عندي شعر في صدري، عندي 8 اعدهم لك. لا وريهم لي. لا اوريهم لك دي لو نزلنا المايه سوا. طب اخرج وتقلع انت براحتك. هتخرج ايه؟ هتخرج وتسيبني مع لوحدينا وانت مكسوف؟ مش مكسوف يا هاني، خلاص بقى. طب امسك ولع. ما بدخنش. امسك ولع. ما بدخنش يا ابني، احنا ولاد زي بعض. بص هو ولاد زي بعض، اول ما بتقولي ولاد زي بعض بتطلب مني حاجه عيب بعديها. عيب ايه؟ انا عايز ابسطك، عايزك تبقى قاعد مبسوط كده. انا مبسوط يا عم. طب مبسوط. امسك ما تطلعش عين امي بقى. ايه ده؟ لو راجل خدها منه، لو راجل خدها منه. كان اللي مديها له اصلا. مديها له ايه؟ هو قام خدها منك غصب عنك. صباح الفل يا عم الحاج. ايوه كارك بقى، شد شد. ايوه لا لا لا. قول لي بقى يا عم سيف، انت ونيلي ايه النظام؟ نظام ازاي يعني؟ يعني شايف كده في ود واستلطاف ما بينكم، وبعدين انت سايب دنيتك وماشي وراها ليه؟ طب ما انت سايب دنيتك وماشي ورا شريهان ليه؟ تعبيط يا ابني ولا ايه؟ شريهان دي خطيبتي، وبعدين احنا متفقين افضلها نفسي مقابل ان اخد 10% من المصلحه. هتاخد من خطيبتك 10%؟ قليل صح؟ طب ايه اخد 30؟ انت متخلف؟ دي كده متاجره بمشاعرها. اسم الله عليك، متاجره والتجاره يعني تجاره شطاره. انت بقى اتفقت مع نيلي على كام عشان ابقى فاهم انا اتضحك عليا ولا لا؟ انت عايز ناخد منها فلوس؟ انا راجل نبيل، راجل معطاء. يعني ايه معطاء؟ معطاء يعني مش في محتاج. في معطاء يعني المحتاج، وفي معطاء. المعطاء يدي المحتاج. المعطاء ده ايه؟ عكس محتاج ولا ألعن ولا ايه؟ يا عم انا بساعدها من منطلق الاخوه والزماله. اخوه وزماله بس؟ يعني مفيش هق ومق وتربق؟ لا مفيش هق ومق، لكن يعني ايه تربق؟ مش فاهم. يعني مفيش ملغيه، تليفونات تشحن لها كارت ب10 ترد عليك بكل تون؟ مفيش حب يعني؟ حب للاسف لا. عارف يعني؟ عارف نيلي دي انسانه جميله ورقيقه، وساعات بحس انها قريبه مني. يعني بحس انها انسانه رقيقه ومشاعرها كده بتهفف. انتوا تشوفوها متعجرفه متسلطه لسانها طويل، لكن هي في الاخر في الاخر في الاخر بيمرر. لا بيكحح. انا ايه اللي جابني هنا؟ انا مش بشرب سجاير. ما تخافش، ما دي مش سجاير. امال ايه ده؟ هو انت ما شربتش حشيش قبل كده؟ حشيش؟ الحقني يا هاني، الحقني يا هاني. انا بموت. لا. بموت. ايه ده ايه ده؟ ايه ده؟ انت زي الفل والله، انت خدت نفسين بس. مش قادر اخد نفسي، بس انا اخد نفسي. ما هو انت عشان كاتم نفسك شيل ايدك يا حبيبي. انت بتدعك وراك ليه؟ بتدعك ليه دلوقتي؟ بس انت هو جاي من الشغل تعبان، بتدعك ايه؟ مش قادر اخد نفسي يا هاني. معلش انا اللي بيحصل لي يا هاني.
انت اللي شربتني حشيش. لا مش انت، انت اللي شربتني حشيش. بتشربنا حشيش ليه؟ I'm sorry. انا اسف. انت هتعمل لي كيوت، هتعمل لي كيوت دلوقتي بعد ما موتتني. اهدى نفسي هاني. على فكره انت عامل دماغ حلوه جدا، حاول تستغلها. الناس بتدفع دم قلبها عشان توصل للي انت فيه ده. دماغ حلوه ازاي؟ انا خلاص انا مش حاسس بنفسي. انا وشي منمل يا هاني، انا مش حاسس بوشي. انت شايف وشي يا هاني؟ اه موجود اهو. وشي منمل يا هاني؟ هو انت شربتولي ايه، مبيد حشري؟ لا لا لا، وشك منمل عشان انت سكر يا حبيبي. اهدى 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 اهدى. على فكره كيف ده اصلا وهم؟ وهم ازاي يا جماعه؟ مش وهم ولا حاجه والله. وهم. انا مش قادر اتحرك، مش قادر اتحرك. يا دايما ما بتتحركش. اتحركي، بقولك اتحركي، اتحركي يا ايدي. وانت هتتفرجي عليها، هتتفرجي عليها، خليها تتحرك. معلش مش قادر. معلش اهدى اهدى. انت عارف انت عشان بس كاتم على نفسك، لكن انت لو قلعت هدومك يبقى زي الفل. انت عايز تقلعني وخلاص؟ انت بتشربني عشان تقلعني؟ مش هقلع، انا مش هقلع. اصحالي وقوم من نومك، قالوا النار ده تولع نار. هنقول على غيط العنب عالرجالة وعلى ابطال. اضرب جامد ما تهزر، في المعركة بنخش نغنزر. ده اللي يفكر يعدينا رح يطلع حمامي تباز من الراس. هنقول على غيط العنب، اسمع سافة واكتر واكتر. شو بيك لو بيك بتغني وخمسة علينا والله اكبر. اصحى وفوق بلدينا وعد فكر تعدينا. رجالة سابتين على عهد مش هلايل ويسال علينا. هنقول على غيط العنب، اجمد جياب اكبر مدينة. هرجع واقول مين تاني وعالرجالة وعالصحاب. صاحبك بيعك او خانك، رجال واثبت في مكانك. انزل بقى في انهي علبه في العلب دول؟ وريني كده حياتي. الكونتينر اللي مرسومه في القصه مكتوب عليه رقم 19، يعني الكنز في كونتينر هنا مرسوم عليه رقم 19. لا لا لا، احنا ندور على المكتوب عليه رقم 19. انت غبي؟ ما انا لسه قايل كده، ما تعملش نفسك ذكي. انت غبي غبي بس عملي، انت عمال بتتكلم بس. يوه، احنا جايين ندور على كنز، يعني مش فاضيين لعب العيال ده. يلا. يا سيف. آه! ايه يا عم خضتني؟ انت خضتيني. ممكن تشيل الكشاف ده من على وشك عشان شكلك مرعب قوي. بتخاف؟ بس ما تخوفنيش، ما ترعبنيش، مش ناقص انا. طب بقول لك ايه، لقيت حاجه؟ لا ما لقيتش اي حاجه ولا انا. طب فين هاني؟ مش عارف. هاني، هاني انت يا زفت. ايه لقيتوا حاجه؟ لا. وانت؟ لا مفيش حاجه. طب كملوا كملوا. برافو برافو يا هاني. ايوه برافو، جدع يا هاني. يلا يلا. لا انا مش قادر ادخل. ليه؟ اصل انا عندي فوبيا من الاماكن المغلقه. بقول لك ايه، مفيش حاجه اسمها صوبيا الاماكن المغلقه، هي صوبيا الرحماني بس. لا في صوبيا في حاجات كتير تانية حلوه، بس بصراحه مفيش احسن من صوبيا الرحماني. اللي في السيده؟ اللي في السيده بقى. لا وفي تاني واحد تاني في شارع المعز. اه ده عنده حلو. وتخلصونا بقى في ام اليوم الاهبل ده. يلا يلا انا امسك ايدك ما تخافش. خلي بالك مني عشان انا بخاف جدا من الاماكن المغلقه، لان قبل كده وانا صغير اصلا اتقفل عليا اسانسير وانا وهو بقى، وانا كنت في الاساس مش لوحدي بقى، كان معايا ايه بقى، واتقفل علينا، كان معايا شنطه سفر. سبحان الله. وانا برضو وانا صغير برضو كنت بلعب استغمايه فاستخبيت في الفرن، وهم كانوا مشغلين الفرن ساعتها. بص هنا حتى هتلاقي حرق كده اهو. وريني كده اهو. لا مفيش حرق، في ريحه خميره. ما احنا كنا عاملين كيك. اقسم بالله لو ما سكتوش لاديكم بالجزمه دي على دماغكم. وانت يا سيكي ميكي انشف شويه. يلا ادخل. حاضر. يلا ما تخافش ما تخافش.
يلا. لا يلا ايه؟ يلا خش. لا ما تخافش ما تخافش، واحدة 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 واحدة. يلا يا هاني. ايه؟ تعالى دور في الصندوق ده، انا خايفة. حاضر حاضر. الحق. ايه؟ المكان مطرب قوي. ما لازم يبقى مطرب، انت بتقول ايه يا ابن انت؟ شوف كده الصندوق اهو. شو شو؟ ها؟ فستان الفرح اهو. حلو، بس تغسل بس هيبقى كويس. ايه ده؟ ايه؟ لقيتي حاجة؟ مفيش كنز. وفي ده. يلعن ابو كده يا شيخه. ما تلبي نفسك يا ده انت. لا هو مش قصده، هو كان قصده يقول بس يعني ان جدي خايف قوي. ما تحترم نفسك انت كمان. هو ما يقصدش، هو قصده ان جدك ده ابن. ما بس بقى يا ده انت وهو، وخلينا اتنايل احل الكلمات المتقاطعه. يا ربي ربنا يسامحك يا جدو. خدت بالك؟ سمعت حاجة؟ اه ايوه سمعت في حاجة. انا ما سمعتش حاجة. ما انت مخدود ليه؟ انت المخدود على فكرة. ايوه. لا بقى شفت حاجة صح؟ ايوه شفت، تخيلت بحاجة بتعدي. يبقى بيتهيألك. يبقى بيتهيألك. ما انت ما شفتش؟ ما شفتش حاجة. انت كذاب على فكرة. نخلص النهارده، هما الموظفين كده، نيجي نخلص شغلنا يقعدوا يحلوا الكلمات المتقاطعه. لا اخويا سبع ايام اجيلها كل، عايز الوقت اداره تانيه ومش عارف. فهمتي حاجة؟ لا، بس اللي فهمته من الكلمات المتقاطعة دي ان الحل في قصة العقد بتاع الجدة بطة. طيب بتحكي عن ايه بقى القصة بتاعت الجدة بطة دي؟ الجدة بطة دي كان عندها عقد غالي قوي، وفي واحد راجل عايز يشتري منها عشان يديه لمراته في عيد جوازهم. العقد ده ضاع، فضلوا يدوروا عليه كتير قوي، وفي الاخر بقى اكتشفوا ان لوز نايم على العقد في المزرعة. كان عامله مخدة يعني. طيب يا جماعة تمام، احنا نطلع على المزرعة واكيد هنلاقي العقد هناك. نطلع على دي في مدينة البط. طب ايه يعني، هي بعيدة مدينة البط دي؟ بعيدة ايه؟ في الفيوم مدينة البط. ابن الفيوم قريبة، احنا نركب من الرماية اي حاجة. بس بقى يا زريف انت وهو، احنا مش فاهمين حاجة، لازم نلاقي حد بيفهم. ما هو يا اما عم بدق يا اما عم عبدالله. يا جماعة استهدوا بالله، انتوا الياس راكبكوا ليه؟ احنا نشوف المجلة العدد ده. فار 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 فار. مين ده؟ يلا يلا نمشي. انا قتلته. لا يلا، انا قتلته، انا قاتل. لا لا انت مش قاتل، ده كان دفاع عن النفس. انا اكلته ده. لا لا ما تخافش، لا مش انت، مش يلا انت. يلا 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 بسرعه يلا. مش حلو اتحرك. هاني استنى يا هاني. يعني مؤاخذه، هم حلوا الكلمات وبعدين قروا القصه؟ مظبوط سعادتك. اه
ودي قصة ايه بقى؟ قصة عقد الجدة بطة. يعني ليلة القبض على بطة. القصة نفسها ايه هي؟ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. زيد النبي صلاة عليه الصلاة والسلام. كانت الجدة بطة تعيش في مزرعة سعيدة، وكانت تجري وسط المروج والزروع وتسبح في البحيرة الزرقاء. ايه يا أبلة فضيلة، انت بتنايب نقطك كلا. ايه القصة على طول ما اخذ اقولها؟ انا اسف سعادتك. اتفضل. جدة بطة دي اصلها كان عندها عقد غالي قوي قوي قوي. كويس. وكان في واحد عايز يشتريه منها عشان يقدمه لمراته هدية في عيد جواز أذنه. حلو. لكن للأسف. خير. للأسف تأتي الرياح بما لا تشتهيه السفن. ايه حصل ايه؟ العقد ضاع. 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 لكن لقوه بعد كده تحت واحد اسمه لوز. تحت ازاي يعني؟ زي ما انت فاهم ساعتك. عقد الجدة بطة غالي قوي. ضاع. يا ابن الايه يا ميكي؟ يا ابن الايه؟ خلاص هذا ضاع. محلولة مغزى. خلاص ازاي سعادتك ومحلولة ازاي؟ نروح مغزى الجدة بطة ونجيب منها العقد. ايه ده؟ هو حضرتك تعرف الجدة بطة؟ عرفها. ايه اللي عرفها؟ مغزى عز المعرفة. ايه ده؟ مش حط ال خد منديل اهو بقى. ايه 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 يا وكالة من غير بواب. في انت البواب يعني؟ ايوه يا سيدي انا البواب. روح هات لنا سجاير. اروح اجيب لكم سجاير افتشكم الاول. يكون معاكم حاجه كده ولا حاجه كده؟ معكش حاجه كده او كده؟ معادن لانشون او اي حاجه؟ ليه داخلين ولاد رجب؟ انت لمت قوي. استنى لما افتشك اهو يا بيه. معاك ممنوعات. انت بتزمر. بزمر ده انا مد انتظار يا بيه. لا انت شكلك واكل حاجه فيها معادن. ايوه واكل سبانخ كلها حديد. انت لمت قوي. اتفضل يا اخويا. واحنا نسرق حاجه يعني؟ ما كل اللي بيخش بيقولوا كده وفي الاخر بيسرقوا. مش هنسرق يا اخويا. اتفضل يا حبيبي اتفضل. استنى انت. عايز ايه؟ انا لمت زيه على فكره. طب ما قلتش ليه كده من الاول؟ اديني بقول لك اهو. اتفضل يا استاذ. شكرا. طب تدخل اللمدين عادي. اتفضل يا بيه اتفضل. بس السقف تحفه ازاي؟ واو. بص بص الله جامد قوي الطقم ده. انا ممكن الاقي مقاسي صح؟ مقاسك يا متخلف. احنا في الشواربي. انا بلبس ميديم عادي. ميديم ايه ده؟ لبس الملك كان بيصلي بيه الجمعه. يا سلام. طب فين الطاقيه البيضه الشبيكه؟ في ملك هيلبس طاقيه شبيكه؟ ما هو لابس جلابيه اهو. طب تعالى اوريك الكوزلوك بقى بتاع الملك. قصدك الكازلك ده؟ لو ملك الكبده. ولا هاني يا شوش. بقول لك ايه، مش ده بقى النيش بتاع الملكه؟ اه اصلا يا بنتي كل ده جهاز الملكه. هي الملكة دي بني أدمة يعني؟ كان عندها قايمة مسجلة فيها النيش وكده؟ اه بس كانت سايبة القايمة مع أمها. انتوا جاهلين قوي. طب يلا 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 تعالوا نتفرج على طقم السين والأركوبال بتاع الملكة. ايه ده؟ الملكة كانت بتلعب أكروبات؟ أكروبات؟ اه الملكة كانت بتلعب أكروبات، كانت بتشعل على الترابيز. عارف الترابيز؟ اه البنج. بنج ايه؟ الكسبان على الترابيز. انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا متخلفين؟ عايزين نسرق العقد ونمشي. ايه ده؟ هو احنا ما ينفعش نتكلم هنا في المتحف؟ ايوه يعني انا لو جاي تليفون ما ردش؟ طب انا لو لقيت النجفه دي هتقع عليك ما اقولكش؟ حاسب النجفه هتقع عليك. هو ايه وحضرتك بتربي فراخ؟ ما تصوريش ما تصوريش. طب بقولك ايه، هو العقد بتاع الاميره فوزيه هنا؟ امال فين؟ ايه ده، انت فهمت اللغه بتاعته؟ لا ده انت قويه جدا. طب كفايه بقى لحسن، هيسرقوا منك اللغه كده، هيلقطوها. جايز العقد ده حلو. بس بسم الله ما شاء الله شكله غالي قوي. ده كله خارج النجف. مش ده بتاع الاستاذ فريد شوقي اللي لقاه في الكتاب ولبسه واختفى وبقى يمشي مختفي؟ مثلا تلاقي سجاره كده ماشيه لوحديها تقوم مديه واحد على قفاه، يقوم الواحد ده باصص وراه يلاقي واحد تاني يقوم ضربه على قفاه تقوم الحفله تبوظ. لا 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 يا سيف، استاذ فريد شوقي كان بيستخدم العقد في الخير. ايوه عشان التعويذه ما تبوظ. مظبوط، احنا كمان هنستخدمه في الخير. تخافش يا عم مش هصح العقد. Thank you.
وضحكت عليك. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ الراجل ده هيفضل واقف لنا كده، مش هنعرف ناخد العقد. خلاص نقتله. لا مش هقتل تاني، لما بقتل ما بعرفش اسوق، ما بعرفش اسوق. بس يا سيف بس. بصوا انتوا دلوقتي تطلعوا بره، اعملوا اي سين، اعملوا خناقه، اعملوا دوشه عشان الناس تيجي وراكوا. عارفين في الافلام لما بيكون المجرم عايز يخلي البوليس يروح في حته تانية فيرمي طوبه يمين والناس تروح شمال؟ عارفين يعني عايزين نحدف طوب. شريهان انت فهماني، خطيبك بجد غبي قوي. فاهمه اوكي، انتوا اطلعوا وانا سيف هنسرق العقد. انا مش هسرق حاجه. خلاص يا سيف انا اللي هسرق. يلا اطلعوا. ما تسرقي ازاي يعني والناس اللي واقفه ورانا يا متخلف؟ ما تظلمنيش يا هاني. ربنا كشفك يا هانم، بعتني في الوقت المناسب في المتحف المناسب علشان اكشف خيانتك. استر عليا يا هاني. ابدا، هفضحك قدام الناس كلها والتاريخ هيشهد عليكي. الدوشه دي الصوت اللي بره ده اكيد في مصيبه بره. ده انتوا كلكم هتروحوا في ضيقه كده. انت عاشقها يا كلب، كمان بتحلف كذب. اسرق العقد. انا مش هينفع اسرق سيف عشان خاطري. اسرق. حاضر. ايديا بتقف بتتشل لما باجي عند العقد، مش قادر اسرق. خلاص بنروح على الواد. بنروح. هو ده اللي انا حبيته، كفايه ان هو صغير وكبير في نفس الوقت ولونه برتقاني وانت لونك ابيض عادي. طول عمرك بتحب الالوان عشان كده بتحب الرجل الاخضر. مستنياه لما يستوي يبقى برتقاني يا هاني. انت السبب يا هاني. انت بتتفرج عليا؟ راقب الناس. مفيش حد. اوكي watch and learn. يا نهار اسود، الامن جاي، هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ انتوا بتعملوا ايه هنا؟ يلا معانا. personne ne me touche. je ne comprends pas pourquoi vous me parlez comme ça. je ne suis pas égyptienne, je suis française. نعم. je ne connais même pas cet imbécile. vous pouvez le prendre si vous voulez. Il sait tu n'existais pas. انت عملت مش شانزليزيا عشان لابسه برنيطه؟ انا كمان مش مصري لكن اخاب مصري كتير. وخيات الحسين اسمعوني، انا كوستا، كوستا اليوناني. رين تليليلين تلين. انا كوستا اسمعوني، انا عايز الكونسول بتاعي. انا كوستا اليوناني. يا نهار اسود.